بسم الله الرحمن الرحيم. برحب مشاهدي قناة النادي الاهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامجكم الكرة والجماهير. اسمحوا لي في البداية، العزاء واجب في واحد من قيادات جماهير النادي الاهلي. كل الاجيال اللي طالعة جديدة اتربت على ايديه، الكل بيحبه، ساهم في صناعة اسماء نجوم كتير جدا جدا جدا. البقاء لله وإنا لله وإنا إليه راجعون في وفاة عم حسين كبير مشجعي النادي الأهلي، وربنا يصبر أسرته ويلهمهم الصبر والسلوان. عايز أتكلم في حاجات كتير جدا في البداية. أكيد عندنا الحياة بتستمر وكل واحد بيشوف شغله وكل واحد بيشوف عمله، وبنتكلم وبنطمن حضراتكم على الفريق دايما وأهمية المباراة وعلى مدار الثلاث حلقات اللي فاتوا اتكلمنا على فكرة الأهلي يقدر، لكن اسمحوا لي في البداية، على الأقل في بداية الحلقة النهاردة هنتكلم وندي الراجل ده حقه، لأن ده واجب علينا. برنامج اسمه الكرة والجماهير عشان نعلم قيمة الجماهير، ولما نتكلم على عم حسين لازم نفرد له وقت محترم في الحلقة. عرفنا الخبر امبارح متأخر بعد الحلقة، فقررنا زي ما قلت من شويه نتكلم عنه ونقول الراجل ده عمل ايه عشان الناس تبقى فاهمه. كل واحد دخل مدرج، كل واحد شجع النادي الاهلي، كل واحد سافر ورا الاهلي يعرف مين هو عم حسين. كل لعيب لعب على مدار ال50 سنة اللي فاتت، على مدار 50 سنة يعلم مين هو عم حسين. الراجل كان عنده ازمه صحيه، الحمد لله قام منها، تعب تاني الشهر اللي فات. واللي انا عايز اقوله كمان اكتر، لما حد يبقى افنى حياته للنادي الاهلي، يدخل النادي الاهلي من 50 سنة، يروح 8 الصبح يروح 12 بالليل وواحدة بالليل لغايه لما باب النادي يقفل. الراجل ما اتجوزش، اتجوز الاهلي، وكان رد الجميل مننا، أنا قدام ربنا سبحانه وتعالى بعيد عن الإعلام راضي عن نفسي، راضي عشان دايما فكرة البرنامج وكلمتكم دايما على التكريم في الحياة، مش لازم الإنسان يموت عشان نكرمه. من 2 3 شهور أو أكتر شوية كنا بنكرم عم حسين في البرنامج هنا، ورحنا له شفنا طلباته إيه وقلنا له انت جزء كبير جدا من تاريخ النادي الاهلي، عشان كده راضيين عن نفسنا. هتكلم في امور كتير جدا اكتر. عرفت الخبر من عم حربي امبارح، بعت لي رساله، لكن للاسف تليفوني الخاص ما كانش معايا، خرجت بعد الحلقه على طول. كلمني عم حربي اللي هو برضه من احد قيادات النادي الاهلي في التشجيع وسافر ورا النادي الاهلي في كل مكان، وقال لي الخبر. كان صاعقه علينا شويه لان عم حسين ده حد محترم، حد يعلمك اخلاقيات النادي الاهلي، يحببك في فانيله النادي الاهلي زيه زي المسؤولين اللي كانوا ماسكين بالظبط. بتروح رؤساء وبيجي رؤساء، بيروح لاعبين ويجي لاعبين. الراجل ده بيستمر موجود في حبه وعشق النادي الاهلي، راح كل ملاعب مصر. بصراحه في حاجه اغضبتني كثيرا وهتكلم فيها مع حضراتكم، واول مره يبقى جوايا زعل شديد جدا، مش هقول من كل الجماهير، من بعض الجماهير اللي هي تعرفه كويس جدا. خرجت بعد الحلقه تابعت الخبر، لقيت السوشيال ميديا كلها البقاء لله البقاء لله في عم حسين، وانا هكون امين كالعاده مع حضراتكم، واللي عايز يغضب يغضب، واللي عايز يبقى مبسوط من كلامنا يبقى مبسوط، مش فارق معانا كتير، لان حطيت نفسي مكان الراجل ده حتى لثواني. كلنا هنروح لربنا سبحانه وتعالى، وكلنا ربنا هيفتكرنا وكلنا هنتحاسب، وكلنا امور كتير جدا، لكن حطيت نفسي مكانه، بخدم مكان اكتر من 50 سنة، عملت واجبي، عملت دوري، عملت اللي عليا، علمت الناس يعني ايه روح الفانيله الحمراء، مدربين لعبت الدور ده ورؤساء انديه وناس في مناصب، وهو كمان في المدرج. هو كمان الراجل ده اللي صورته قدامكم صنع تاريخ كبير جدا للعيبه نجوم النهارده، سابقه وموجوده. بقول لحضراتكم ما اتجوزش، فاهمين يعني ايه ما اتجوزش؟ الراجل ده كل يوم على مدار 50 سنه او 55 سنه بيروح من 9 الصبح وبيقفل النادي 12 بالليل. ايه الغضب اللي عندي؟ واعتقد اللي انا هتكلم فيه يوافقني ناس كتير جدا جدا محترمه. كل الجماهير اللي وراه دي ولاده، هو كان معانا في حلقه قال لنا الكلام ده، كل الاجيال اللي طالعه دي ولادي عارفهم بالاسم. قال انا ما خلفتش لكن كل جماهير النادي الاهلي دي ولاده. الراجل ده قال الكلام ده معانا، انا فاكر كويس جدا. لكن اللي عايز اقوله ما ينفعش تقعد على السوشيال ميديا البقاء لله، عم حسين اتوفى البقاء لله، وحاله من الحزن والغضب وكل واحد يتكلم، وعزى ابوك اللي هو قال عليك كده، ولاقي النهارده الناس تتعدى على صوابع الايد. لسه راجع من العزا، فين الناس اللي كانت على السوشيال ميديا وعماله تتكلم البقاء لله؟ يا اخي في البعض نقدر اللي هو مش فاضي، والبعض نقدر اللي هو مش موجود. نلتمس العذر للفريق مسافر، سافر النهارده الظهر. في حاجات اوكي مقبوله، وما اقدرش املى حاجه على اي حد ولا اقول لفلان تروح ولا ما تروحش. لكن كلامي دلوقتي بيعني الجماهير اللي انا شفتها على السوشيال ميديا اللي عماله تتكلم على البقاء لله، عم حسين البقاء لله. روح يا اخي، روح في العزا، شيل الراجل زي ما شالك سنين كتير جدا في المدرج. لكن احنا على السوشيال ميديا ملوك الزيطه، زيطه مش عارف فلان مين وفلان مين وفلان مين وفلان مين وفلان مين، والموضوع ومش بنحب النجم ده ما لعبش ليه وفلان ما لعبش ليه، وعمالين نختلق كل يوم مشكله لنادينا. ولما يبقى في حدث يستحق اللي كلنا نبقى موجودين ما نلاقيش الناس، فدي حاجه تحزن، حاجه تقول لك يعني انا عايز كل واحد بكلمه وبخاطبه من خلال قناه النادي الاهلي حط نفسك مكان الراجل ده، افنى حياتك وتلاقي العزا بتاعه الصبح وبالليل موجود في العزا، الناس تتعدى على صوابع الايد. ليه؟ بجد ليه؟ هو السوشيال ميديا اللي بيوصل صوتك؟ لا، انا قلت لكم غير مؤثر بالمره، والنهارده انا اتاكد لي اكتر واكتر واكتر اللي انا بقوله. صدقوني هيصه على الفاضي. هل في حد كمان يختلف على الكلام اللي انا بقوله؟ وهعرض لكم بعد شويه كل حاجه. لكن شفت اصحابه ولاد اصول عشره عمره، شفت عم حربي، عم حسني، المشجعين انا مش هتكلم يعني الواحد فعلا جاي. غيرت اتجاه الحلقه خالص لان دي حاجه احزنتني، لما حد يخلص 55 سنه، بلاش احنا وحشين وبتصنفونا، مش مشكله عندنا الكلام ده كله بنعرف نتعامل. لكن تخرج من امبارح بالليل لغايه النهارده تبص انتفاضه، عم حسين عم حسين، طب انت فين من العزا بتاعه؟ طب انت فين يا اللي انت ابنه وابنه 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 الملايين دولت؟ الراجل ده ليه حق عليك، ليه حق عليك اللي انت كنت تروح ونلاقي جنازه كبيره بعد 50 ولا 55 سنه من العمل والاخلاص والعشق للنادي الاهلي. فعشان كده قلت لكم الواحد حاطط نفسه مكانه. ما بقتش بالخدمه تخدم مكانه، ولا ما بقتش بامور كتير جدا مش حابب ادخل في تفاصيل اكتر من كده. لكن تاكدت تماما اللي فكرتي اللي انا بقولها، اللي لازم تكرم الناس وهي عايشه، عشان ما تعرفش بعد كده لما تموت هيتقال ايه ولا ايه ولا ايه، ولا هيبقى في ناس ظهرك وسندك ومعاك. تعالوا نشوفوا واحنا بنكرم عم حسين كلام مؤثر جدا ومن شهور قريبه مش من بعيد. اعتقد ده اخر حوار الراجل ده عمل، وده بالفعل كان اخر حوار واخر ظهور ليه في التلفزيون كان معانا. وتعالوا نشوف، تعالوا نشوف الكلام كان خارج من قلبه ازاي، وبيحب النادي الاهلي ازاي، لان ده غالي عندنا قوي، وانا اعلم قيمه عم حسين. وفي تفاصيل في النص، والله اللي بيعمل خير واللي بيقف جنب الناس مش محتاجه شعارات ومش محتاجه امور كتير. لكن تعالوا نشوف عم حسين الله يرحمه وربنا يصبر اسرته مره تانيه ويجعل مسواه الجنه ان شاء الله. تعالوا نشوف عم حسين في اخر حوار تلفزيوني كان مع مين، كان معانا اكيد، بس تعالوا نشوف. الكلام مهم جدا روحوا اسمعوا الراجل ده، وبعدها كمان شوفوا عزاه النهارده ونرجع تاني لحضراتكم. زي ما قلت لحضراتكم، واجب علينا نكون موجودين عند كل ما هو اهلاوي، سواء جماهير النادي الاهلي العظيمه الكبيره وكمان نجوم النادي الاهلي. النهارده جايين لواحد 50 سنه بيشجع النادي الاهلي، انا بعتبره جزء كبير جدا جدا من تاريخ النادي الاهلي. كان تعبان شويتين لكن الحمد لله دلوقتي احسن، نقدر نسجل معاه ويكلمنا عن رموز النادي الاهلي ورؤساء النادي الاهلي وقدامى النادي الاهلي ونجوم كمان النادي الاهلي. في البدايه تحياتي ليك عم حسين وبرحب بيك وطمني على صحتك وتحيات كل الاهلاويه كمان اكيد. الحمد لله وبشكر ربنا قوي 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 قوي. ربنا زي ما اداني المرض بيخففني والحمد لله رب العالمين يعني. ولو انا حبيت يعني اقول لك من الاول دخولي، أنا كنت عيل قد كده. مختار التتش اللي خدني جوه. كنت أنا بقى تايه من البيت. كنت تايه. قعدت لقيت الناس بتغني في المدرجات. في التتش؟ في التتش، كانت لسه الماتشات كلها في التتش نفسه. فجه في يوم عم عبد البقال. بقول له انت قائد، يالا انت قائد جمهور كويس، انت تقف تشجع معانا. وقفت اشجع، ملكت التشجيع كله، شوف بقى ازاي يعني. كنت اسمع اغنيه لام كلثوم النهارده اقولها بكره، في النادي الاهلي. زي ايه كده؟ يعني القمر من فرحنا هينور اكتر. طب انا هسمعها منك، بس خليني في البدايه عايز اعرف انت كنت تعبان عندك ايه؟ مين راح زارك؟ مين اللي شافك؟ مين اللي اطمن عليك؟ هقول لحضرتك حاجه وبشكر الناس اللي هي جات لي كلها في المستشفى، بشكرهم شكر جامد، لان الناس دي يعني ادتني اللي انا ما شفتوش، لما الاقي شوبير وكابتن شادي وسعد عبد الحفيظ وابو تريكه جالي ولاعيبه جات لي كمان كتير. شوف مثلا الفرحه هي اللي خففتني، والحمد لله رب العالمين. اهو ربنا يعني كرمنا ودينا بناخد يعني باخد الانسولين وباخد الحاجات دي، فالحمد لله. الحمد لله اللي انت احسن. خليني عايز اعرف منك بقى، انت قلت لي كنت باخد اغنيه ام كلثوم وبعد كده بروح المدرج بغير الاغنيه، زي ايه كده عم حسين؟ القمر من فرحنا هينور اكتر، لا 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 لا، والنجوم هتبلينا احمر في احمر، واللي فات ننسى كل اسى، واحنا مش عايزين يا بيبو غير جونين. كان يجي لنا بقى الخطيب، حلاوته ان هو كان بيجي لنا يا طاهر يا ابو الفال النحر الحمراء، يا طاهر فنان ولعبك رجوليه، يا طاهر قول بقى كلمة المدفعية دي الجمهور والله العظيم ثلاثة الجمهور بينفض كده. أنت بتكلمني عن رموز كبيرة الجماهير كلها بتحبها وبتحترمها، سواء الكابتن محمود الخطيب أو سواء الكابتن طاهر، الكابتن مصطفى عبده المجري. مجري يا مجارينا، كأس أفريقيا مش هيروح لينا، يعني مش هيضيع مننا، خدنا فعلا كاس افريقيا في نفس اليوم ده. والله العظيم. فيعني الحمد لله التشجيع انتشر قوي. والمدرجات اقول لك حاجه، كانت المدرج يا كابتن بيتملي بال 120,000. عم حسين مين اللي علمك التشجيع؟ عم عبده بتاع الكشك اللي عبد الوهاب. الراجل كان موجود وراجل كان محترم وراجل كان بيروح المدرجات. اتعلمت منه كل شيء في البدايه، بس انا زودت اكتر. اتعلمت منه ايه؟ اتعلمت منه كل الاغاني الحلوه، اتعلمت منه الادب كمان. الادب. بعلاقه عم حسين برؤساء انديه النادي الاهلي، يعني مثلا لما اكلمك على المايسترو صالح سليم، على لما اكلمك على الفريق مرتاجي وغيره من رؤساء الانديه. هكلم حضرتك من اول مختار التتش. مختار التتش ده كان رئيس النادي. رئيس النادي. وصلاح سليم ده كان لسه لعيب في النادي. شوف بقى ازاي؟ مختار التتش ده شخصية قوية، وشخصية أقول لك حاجة علمت كل اللي مسك النادي يمسك النادي بطريقة معينة. فمختار التتش ده علم الناس كلها وعلم صالح سليم. ليك مواقف مع الكابتن صالح سليم الله يرحمه؟ كان أحسن حاجة في الكابتن صالح كان يجمع العمال، عمال النادي، ويجمع العمال ويقعد يهزر معاهم ويضحك معاهم، يقول لهم يلا نخش على الاكل، يروح يتغدى معاكم، يقعد يتغدى معانا. حد عايز حاجه، حد ناقصه فلوس، هو انا لما قلت لك انت بتشجع النادي الاهلي 50 سنه صح عدد السنين؟ من بدايه التتش، لغايه لما جالي المرض ربنا حدد لي الاقامه. قال لي خلاص. ايام ما كنت بلعب كنت بتشوفني، كنت بتستخبى ليه؟ كنت بستخبى. امال ايه؟ لا كنت بنادي عليك من فوق. ايوه صح. طبعا كنت في المدرج ليك قيمه كبيره جدا، الناس كلها بتسمع كلامك، كان بيبقى شرف لاي حد يروح يسلم عليك جوه المدرج. دي اتحكى لي كده. لا هقول لحضرتك حاجه، انا اول ما بخش بقول للجمهور اقعد. بيسمعوا الكلام. اقعد. لما تنزل ابص يا كابتن، التشجيع يبدا من اول نزول الملعب عشان الجمهور يبقى قاعد مستريح ويعرف يشجع طول الماتش. الجمهور يبقى قاعد مستريح ويعرف يشجع، فاللعيبه تنزل الملعب كله يقوم، قام عامل بدايه كده كله تك 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 تك. الملعب 120,000 يا كابتن، كنا بنحس ان الاستاد ده بيحصل فيه زلزال. اكتر ماتش وانت موجود من خلال ال50 سنه النادي الاهلي كان محتاج جمهور والجمهور انتفض في المدرج، ماتش ايه؟ ماتش الاهلي والزمالك اللي احنا غلبنا فيه 6 وغلبناهم اول في ايام التتش 6 برضه، انا فاكر برضه الايام دي 6 وغلبناهم 5 والمدرج ده يولع نار. شوف بقى ازاي؟ الجون ساعة ما اللعيب يجيبوا الجون احنا كنا بنناديله باسمه. كنتوا بتقولوا له ايه؟ شوف بقى ازاي؟ قول لي كده كنتوا بتغنوا بتقولوا ايه؟ احنا ملوك الملعب، ابطال الاهلي بتلعب، احنا ملوك الملعب. يعني المنظر بقى يا كابتن كنت تتفرج على التمرين بقى والتسخين كله شادد. كان في اغنية كنت بتغنوها لكابتن محمود الخطيب بقيتوا تغنوها لابو تريكه، فاكرها؟ لا انا عاوزك تفكرها لي. يا ابو الفانيلا بلون حمراء، صح كده؟ يا تريكه والكمل ولعبه وليا، يا تريكه يا ساحر الكوره المصريه، يا تريكه يا مدفعيه، يا تريكه يا ابو رجل قويه. هو يوم جاي بتقلده انت؟ بتحب ابو تريكه قوي. انسان يا كابتن كله احترام، كله احترام. وانسان اقول لك حاجه، مفيش حد في الشارع بيكرهه، اقسم لك بالله. انا في مره لما رحت ناهيه لقيت الناس بتتلم حوالين مني، قلت لهم وانا بتركها. مين من الفنانين اللي كنت بتشوفهم في المدرج زمان وانت بتشجع وبيحبوا النادي الاهلي؟ فريد شوقي. فريد شوقي اتكلمت معاه قبل كده في المدرج؟ يا نهار ابيض، اقول لك حاجه والله العظيم كان بيحبني حب جامد. كان بيحب النادي الاهلي قوي قوي. ورشدي اباظه، شكري سرحان، هما بيحبوا النادي الاهلي جدا جدا. وام كلثوم دي، اكتر من حوالي 25 حفله اتعملت في النادي الاهلي. 25 حفله؟ حضرتهم؟ حضرتهم، كنت بتفرج. انت تسمع اغنيه ام كلثوم تيجي البيت هنا تدخلها المطبخ تغيرها تبقى للاهلي، صح كده؟ اغيرها. طيب عايز اسالك حاجه مهمه جدا عم حسين، بخبرتك في التشجيع وبخبرتك وانت قاعد في المدرجات، ايه المواصفات المفروض اللي تبقى في الجمهور اللي يقود التشجيع؟ المواصفات ان الجمهور اللي بيقود التشجيع، الراجل اللي بيخش بيقود ده بيقعده من الاول راحه لغايه لما تنزل الفرقه تسخن، برضه احنا نسقف كده، لكن اثناء الماتش كله بعمل له ايده كده يقوم قايم مد في الملعب. شوف بقى ازاي؟ فمن هنا الحماس بينزل مع اللعيبه، بينزل مع اللعيبه، بنديهم الحماس. فاكر جلبرتو مره قال لك ايه؟ نازلين الملعب ورحت انت كنت الجماهير، انا فاكر كان ماتش في الكليه الحربيه، ايوه، وراح جاي قعدت تقول يلا اهلاويه شدوا حيلكم شويه، فجلبرتو فاهم عربي راح جاي راح لك قال لك ايه؟ قال له نو نو نويز نويز ايه؟ قال لك كده بننام يعني شجع حاجه فيها كوره. شجعت، قلت له ايه بقى؟ شجعت فيها كوره، شجعت، قلت يا جلبرتو يا حبيبنا اوعى تمشي انا عارف ان انت بتحب مانويل جوزيه قوي قوي. انا قابلته في نادي الجزيره. قال لك ايه؟ جو جوزي فاتو تتعدوا وليو انا مش فاهم حاجه طب عم حسين، في نهايه الحوار معاك ليك اي طلبات؟ الحمد لله رب العالمين. مالكش اي طلبات؟ لا الحمد لله. عايش مبسوط؟ عايش من عند ربنا بقى بس. نفسك في اي حاجه؟ نفسي ان هما يبصوا لي شويه. احنا بندردش، انا جاي اطمن عليك ومش جايين نقول للجماهير او نتلاعب بمشاعر اي حد، جايين بندردش معاك ونقول للجماهير الراجل ده ضحى طول عمره حبا في النادي الاهلي. يعني مش عارف اقول لك ايه، روق. انت عارف ان انا بحبك وجاي عشان نبقى مبسوطين ونضحك وتحكي لي عن تاريخ النادي الاهلي. ده اعظم علم، اعظم علم في مصر. عم حسين، في نهايه الحلقه ما كنتش احب اللي هي تنتهي كده، لكن انا اتشرفت بالحوار معاك وجايين عشان نطمن عليك ونقول لك انت ضحيت من اجل النادي الاهلي، 50 سنه بتشجع النادي الاهلي، بتحب النادي الاهلي جدا جدا، كلنا اتعلمنا منك سواء الجماهير اللي بتشجع معاك او كل النجوم، انت ساهمت في نجوميه ناس كتير الامانه، انت وجماهير النادي الاهلي. فاتشرفت بالحوار معاك وسعيد جدا، وان شاء الله نكرر الحوار معاك وكل اللي نفسك فيه ان شاء الله هنحققه لك. عايزك ترفع راسك لفوق، لان انتوا علمتونا كده في النادي الاهلي بيحصل لك محنه، بيبقى في بعض الدنيا الامور بتبقى صعبه، لكن لازم ترفع راسك طبعا. يرحمه ويرحمنا جميعا من بعد. امين يا رب، امين يا رب. وعند الله تجتمع الخصوم. حسين طول عمره مع النادي الاهلي وما اتجوزش، جوز النادي الاهلي، وجزاؤه ان الدنيا كلها تبقى النهارده معاه في وداعه وفي فراقه الاخير، لان حسين علمنا كلنا التشجيع من اصغر واحد لاكبر واحد فينا، كلنا مهما اتكلمنا في موضوع الكوره مش هنوفي حسين حقه. كنا نتمنى النهارده الناس كلها بتطلع في البرامج كلها جماهير والجماهير اللي ليها الفضل والجماهير اللي بتعمل. عايزين الكلام ده بقى ايه في وقت الحقيقه، وقت المرض، وقت الموت اللي ما بنلاقيش حد. ربنا يرحمه ان شاء الله ويجعل مسواه الجنه ويثبته عند السؤال ان شاء الله. ان شاء الله. لا هو كان غالي على الكل ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله. انت شفت بنفسك الجنازه كانت عامله ازاي. الحمد لله. الراجل دوت اجدع واحد في الدنيا خلقه ربنا، بيعشق حاجه اسمها النادي الاهلي وحببنا كلنا في النادي الاهلي. كان بيسيب بيته ويسيب اكله ويسيب شربه ويسيب ده ويسافر ورا الفريق في كل حته، من بورسعيد لاسماعيليه للسويس لكل شيء. قال الله وحده. الله يرحمه ويغفر ليه ويجعله من اهل الجنه ان شاء الله باذن الله. لا يمكن حد ينساه من مصر كلها، بتوع الاهلي كلهم، والبقاء لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله يرحمه ويحسن اليه. بدأ الناس كلها ان هي تدعي له بالرحمه. هو كان رمز من رموز النادي الاهلي وكان كبير مشجعين النادي الاهلي، وربنا يرحمه يا رب ويغفر له، والناس كلها بس عاوزه تدعي له ان شاء الله بالرحمه والمغفره. البقاء لله. عم حسين عفيفي واحد من كبار مشجعي النادي الاهلي، زي ما قلت لحضراتكم قبل ما اعرض الكلام ده كله، اكتر من 50 سنه قصه حب وعشق للنادي الاهلي. علم شباب كتير وعلم كبار تشجيع النادي الاهلي. متفق مع اللي قاله في الاخر ده احد اقارب عم حسين، متفق معاه وبقول رمز من رموز النادي الاهلي، طبعا رمز من رموز النادي الاهلي. اخر حاجتين هتكلم فيهم في الموضوع ده. النقطه الاولانيه الزيطه اللي احنا شفناها على الفيسبوك، عم حسين البقاء لله البقاء لله، كان واجب عليكم كلكم، كل اهلاوي، لان قال انا ما اتجوزتش ولادي اللي جنبي في المدرجات، فكان الواجب اللي ولاده يبقوا موجودين اوائل الناس. مش هتكلم على نجوم ومش هتكلم على اسماء خالص، انا بكلمك على اللي قاعدين ليل ونهار على الفيسبوك، وانا شفت الكلام ده كله امبارح، فتوقعت ان الاقي كل ولاده موجودين اللي هم الجماهير. انا بتكلم بمنتهى الامان. النقطه الثانيه والمهمه بالنسبه لي، في الموت مفيش فرق، بنطلع كلنا لما نموت عند ربنا سبحانه وتعالى ونتحاسب. ما بيتقالش ده كان السوبر ستار فلان الفلاني والنجم شادي محمد وابو تريكه العظيم، كلنا بنبقى سواسيه. عندنا مشكله في مجتمعنا غريبه جدا، لما ربنا يفتكر حد ويكون اسم كبير، الكل يجهز البدله والنضاره السوداء ويجري وبسرعه. تاني البدل تجهز ونجري ونروح، والكل يقاتل سباق على مين يروح ياخد العزاء. لكن لما يموت حد يكون بسيط ودموعه تنزل ومش فارقه معاه ماديات، وعنده عزه نفس وعنده اخلاص وحب الحاجه بيحبها زي عم حسين بالظبط النادي الاهلي، اصحاب البدل بيختفوا. عشان هي الفكره اللي انا بكلم حضراتكم دايما فيها، الطابور الخامس. الطابور الخامس ده مش في المؤسسات، الطابور الخامس اللي بيشوف حاجه وحشه والله على الجمال وزي الفل، هم دول، ودول كتير قوي، ما عندهمش انسانيه، عندهم مصالح وعندهم حاجات كتير. فانا بتكلم بمنتهى الامانه في واقعه زي دي او حدث بالنسبه لي، اللي انت تفقد حد ليه سمات كتير محترمه. بالمناسبه بعد الحوار اللي كان فيه عم حسين، هو تاني يوم على طول كان في ناديه وبيكرمه بعيد عن المزايدات، وكلمني وبعت لي صور وقال لي شركه سبورت عملت معايا كده، اللي هي بتلبس النادي الاهلي، هي دي الحقيقه. وكلمني قال لي اللي بقى اعضاء مجلس الاداره، وعرضنا الكلام دوت هنا، عرضناه، ما بجيبش حاجه من عندي، لكن ما حبيتش ان انا زايد بالكلام ده، لان اللي بيعمل خير بيعمل خير، واللي بيعمل حاجه كويسه يعمل حاجه كويسه، بيعملها لنفسه. ما تقدم ايدك اليمين الشمال ما تبقاش شايفه. لكن حتى الموت بنفرق فيه، الموت يبقى السوبر ستار وانت غلبان. لازم نغير افكار كتير جدا 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 عندنا، لان المشهد مش عايز اتكلم فيه اكتر من كده، ما عجبنيش، ولكن عجبني، خلينا اتكلم في الايجابيات. عجبني جماهير نادي الزمالك الكبار منهم كانوا موجودين في عزا عم حسين النهارده اللي كان في جامع عمرو بن العاص. شفت جماهير نادي الزمالك موجودين، شفت اصدقاء لي، اصدقاء العمر، شفت شباب برضو زي الفل انا بشكرهم اللي كانوا موجودين، شفت اصدقاء، شفت ناس من مصر القديمه لما كنا بنسجل معاه فكروني بنفسهم، شفتهم. فده موقف نتعظ كلنا منه، اللي انت لما بتموت بتسيب السيره الطيبه، بتسيب الاحترام، بتسيب الاخلاقيات، بتسيب تاريخ كبير جدا، وهو ده اللي بيفضل لاي انسان. لكن التفرقه اللي انا بقول عليها، اللي احنا طول الوقت كلنا عايشين كده، بيبقى في حد اسمه كبير مصمم، اقول الجمله دي اكتر من مره في الحلقه، كل واحد بيشوف انضف بدله عنده عشان يجري ويروح، والدنيا بتصور والدنيا بتشوف، وتلاقي كل عدد رهيب، لكن ده غلبان، هتروح له كاميرا كاميرتين، فانا مش فاضي، عندي شغل، انا مشغول شويه للاسف. لكن سيرته الطيبه هتعيش ما بيننا، والحوار ده هنفضل نعرض فيه وهنسيبه على صفحتنا في الكرة والجماهير. شوفوا الراجل وهي دمعته نازله وما اتجوزش خالص، وكل قرايبه قالوا كده واحنا عارفين كده، ولما رحنا سجلنا معاه قالوا لنا كده. لكن عم حسين من وجهه نظري هتفضل زي محمد عبد الوهاب اللي مات في ارضيه ملعب النادي الاهلي، هتفضل عايش في قلبنا وهنفضل نفتكرك. مش انا واعوذ بالله من كلمه انا، جماهير النادي الاهلي اللي بالملايين في كل مكان، ومنهم اللي بيروح المدرج وعارفك كويس قوي، ومنهم اللي من اسكندريه ومن الصعيد ومن كل حاجه. في ناس بعتلي رسائل، انا اسف مش هقول اسمائكم ولا في مداخلات، مش بعد ما الحدث يظهر نبتدي نتكلم. انا ضد التفكير ده، انا بعتذر، لان الاصول اصول، واحنا ولاد اصول وبنعرف الاصول. ده كان مهم جدا في البدايه، اللي نقول لعم حسين الله يرحمك، ربنا يا رب يغفر لك ويرحمك، وربنا يصبر اسرتك واهلك وعزوتك واصحابك وكل اللي كانوا معاك النهارده، وهتفضل عايش في وجداننا زي المايسترو صالح سليم، زي الفريق مرتاجي، زي محمد عبد الوهاب وغيره 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 من الاسماء العظيمه الرنانه اللي هي صنعت تاريخ كبير للنادي الاهلي. مش شرط تبقى في منصب وتصنع تاريخ، ممكن تبقى في مدرج وتصنع تاريخ زي عم حسين. اسمحوا لي محتاج فاصل سريع وارجع اكمل فقرات البرنامج. 9 يا أهل. العب برجولة. متع الكورة. أفريقيا للكبار. وانت الأسطورة. ده مش كلامنا، ده كلام جمهورك اللي دايما على الحلوة والمرة معاك. مش معقولين، مش ممكن على هذه الأسطورة الأهلاوية، لا يستسلمون، يلعبون لآخر لحظات. ليه هذا فريق أسطوري؟ بالفعل هو من خارج الفرقة الأسطورية. يا أهلي، طول عمرنا ما بنيأسش، ما بنخافش، بندور على الصعب ونروح له، عشان كده مفيش حاجة بتفرقنا. أعظم نادي في الكون، الأهلي فوق الجميع. النهارده احنا بنتكلم على بطولة 86، ماتش الاهلي واكسبريس الاوغندي. جيل بيلعب كورة جميلة جدا، جيل الثمانينات. احنا حققنا، مفيش حاجة ما حققناش. اكسبريس الاوغندي فريق قوي، بنيان كل واحد فينا كان وتد. الله، وخالد بيشوط كورة حلوة. من رهبتهم للنادي أول ما جاب الجون رضا. داخل طاهر وبيلعبها بلاتنج. قدمنا مباراة كبيرة جدا في القاهرة. ماتشات زمان الجمعة الساعة 3 مساء على قناة الأهلي. برحب بحضراتكم من جديد ونستكمل فقرات برنامجنا. بس جالي رسائل كتير جدا جدا، في البعض منها مؤثر جدا، فاسمحوا لي هقول بسرعه كده. في اكونت اسمه إن الله وإنا إليه راجعون، هو الاسم كده، بيقول عم حسين ده في القلب وهيفضل عايش وسطنا زي ما حضرتك قلت يا كابتن شادي. في الجوكر بيقول أنا بالبقاء لله، عم حسين ربنا يصبره، ده ليه تاريخ كبير جدا جدا جوه النادي الأهلي. في خلوني أقول لحضراتكم بسرعة كده مجموعة كبيرة بعتة عشان ندي الناس حقها. في هنا بتقول البقاء لله في عم حسين، ربنا يرحمه، كلنا كنا بنشجع وراه. في كمان الجوكر بيقول البقاء لله، عم حسين ده من رموز النادي الأهلي، البقاء لله، ومتفق مع كل كلمة احنا قلناها في البرنامج. في أحمد السيد بيقول كابتن شادي اتبسطت من الحوار معاه، ولازم الناس تتكرم لما تبقى عايشه مش لما تموت، قلت لكم دي فكرتنا وطول الوقت بنتكلم فيها. في حماده خليل بيقول البقاء لله، ربنا يا رب يغفر له ويرحمه، وانا متفق مع جمله مهمه جدا حضرتك قلتها، اللي هيفضل عايش في وجداننا زي محمد عبد الوهاب وصالح سليم والفريق مرتاجي وكل نجومنا اللي رحمهم الله. في رساله غريبه جدا من أستاذ اسمه خليل محتسب بيقول أو حضرتك كبرنامج ما شفتش إلا الكابتن خطيب في العزا، حتى الموت هتزايده فيه. حضرتك ما شفتش في بداية العزا إن موجود الكابتن محمود الخطيب والصورة موجودة اللي فيها الكابتن محمود الخطيب، حتى دي هننقلها الانتخابات، حتى دي ما عندناش دم فيها، حتى الموت هنزايد فيه، حتى الراجل وهو ميت هنتقال عرض مين وصوره مين ومش صوره مين. ما عرضنا الكلام، نعمل ايه؟ هو احنا هنفضل مش احنا شخصيتنا اللي ممسك لنا كرباج طول الوقت تقولوا لنا نقول ايه وما نقولش ايه؟ ده موت، ده موت، نتقي ربنا شويه. الطابور الخامس ده زهقنا منه، ده موت يا اخي. اوي ادخل اكتب البقاء لله، ادخل قول ربنا يغفر له ويرحمه. انتوا خلاص مفيش حتى القلب ما بقاش موجود، حتى دي كمان هتدخلوها في ايه؟ الصوره دي بتقول ايه حضرتك؟ ما هي الصوره امام حضرتك، نعمل ايه المفروض يعني؟ مش فاهم. وفي الاخر انتم احنا اللي بنطبل، انتوا عشتوا حياتكم تطبلوا طول حياتكم، مش عايزين يبقى عندكم كرامه اللي تدوا الحاجه في المربع بتاعها، كل حاجه في الصندوق بتاعها. عرضنا الكلام وقلنا اللي فيه. الكابتن محمود الخطيب كان موجود، والكابتن هاني العقبي كان موجود، ما هو ممكن يزعل مننا، انا بعتذر لهم، موجود الكابتن محمود وكان موجود الكابتن هاني العقبي. قولوا لي يا جماعه لو حد شاف حد الصبح، انا ما شفتش. حتى العزا ما كانش فيه حد خالص غير الكابتن هاني العقبي. انا بتكلم اهو، لازم نزايد بقى، ما خلاص ده موت يعني. نتكلم على عم حسين يا استاذ خليل، ولا مش عايز تسيب الطبله من ايدك؟ وحتى وانت قاعد على الفيسبوك اكتب للراجل اللي ربنا يرحمك. طب اقول لك على حاجه، كنت جيت جنازته وشلت الكفن بتاعه، او كنت رحت العزا بالليل ودعيت معاك 30 40 واحد واجرت عربيه، لكن لازم المزايده؟ ولا قاعد لي على الفيسبوك بس هو ده البقاء لله عم حسين وزيطه كتير؟ ما هو من نفس النوعيه اللي انا اتكلمت عليه. في ناس كده، وانا غلطان اللي اتكلمت اساسا، مش عايز ادي ناس اكتر من حجمها وبعتذر للباقي. في بعتلي رساله مدام الاستاذ عماد وحيد اللي هي بنت الفريق مرتجي بتقول لي رحم الله عم حسين، ده افنى حياته داخل النادي الاهلي، تحياتي لحضرتك. في رسائل كتير جدا جدا. احمد الطيب كابتن شادي البقاء لله، عجبني الحوار بتاع عم حسين، انت ضايقتني، حسيت ان انا قصرت وما رحتش العزا بتاعه، بس صدقني والله كنت في شغلي مشغول وما تابعتش اي حاجه. ما انا قلت في البعض ليه عذر، لا انا مش جهه اللي انا اقول مين يروح او مين ما يروحش، لكن خلينا اكلمك بمنتهى الامانه. اكيد طبعا انا قلت في البدايه لو حضرتك ما سمعتنيش، اللي في ناس كان عندها شغلها مشغوله، ده مقدرين الكريم الكلام ده، لكن انا بتكلم على ملايين من الاهلاويه، الراجل ده رب اجيال. في السيد ربيع بيقول كابتن شادي البقاء لله في عم حسين، الراجل ده تاريخ كبير جدا جدا وصانع النجوم اكيد طبعا. في كريم محمد، البقاء لله كابتن شادي في عم حسين، في اسماء باعتين كتير جدا. قال كابتن لو سمحت ما تردش على الناس اللي بتزايد دي، ما تعرفش حاجه عن النادي الاهلي. اكيد، بس انا اضطريت اقول ان حاجه مستفزه، عرضنا الصور وقلنا مش وقت كلام زي ده. يعني كمان على المستوى الشخصي استاذ خليل، انا لو حضرتك زعلت مني عشان ده مش وقت، انا بعتذر لك على الشاشه عشان ممكن الواحد متاثر شويتين، لان الراجل ده فعلا حاجه محترمه، حاجه مشرفه. فاستاذ خليل لو انا قلت لك اي كلمه تضايق حضرتك انا بعتذر لك على شاشه قناه النادي الاهلي. في السيد فراج، اللهم ارحم عم حسين ويا رب اغفر له ذنوبه وارحمه وادخله فسيح جناته. في رسائل كتير جدا 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 لعم حسين، ربنا يغفر له ويرحمه، وكل اهلاويه اكيد رجاله وجدعان ويعلموا قيمه الراجل ده. لازم نروح لشغلنا وننتقل للحلقه ونروح على فقراتنا اللي احنا مجهزينها لحضراتكم. كان في تدريب صباحي النهارده، وكابتن حسام حلم التركيز الكبيره مع اللاعبين، اللعيبه سافروا اتحركوا لمطار القاهره اعتقد الساعه 4. في حاله من التركيز، حاله محترمه جدا. خلاص اللي يلعب يلعب، والاهلي بمن حضر. اتكلمنا في كل حاجه، لكن هنستمر النهارده كمان لدعمنا ومساندتنا. الاهلي يقدر ونص. عشان كده الكابتن حسام البدري، خلوني اقول لحضراتكم القايمه اللي الكابتن حسام البدري، مجموعه من الرجاله اللي احنا بنثق فيهم، اللي يلعب يلعب، واللي يلعب هيكون قد المسؤوليه بعد المشهد الاكثر من رائع من جماهير النادي الاهلي المحترمه وهي بتساند وواقفه وبتدعم، واكثر من 35 او 30,000 في ملعب التتش. شايفين يا جماعه حاجه تدعو للفخر. مين في العالم بيعمل الكلام ده؟ مين في العالم؟ منظر يخد. وصل المغرب الكلام ده كله، وانتم بتشوفوا كده استعرض الاسماء اللي اعلنها الكابتن حسام البدري للسفر لحراسه المرمى: شريف اكرامي، محمد الشناوي، احمد عادل، محمد هاني، احمد فتحي، رامي ربيعه، محمد نجيب، سعد الدين سمير، حسين السيد، صبري رحيل، عمرو السوليه، هشام محمد، مؤمن زكريا، وليد سليمان، كريم ندفد، وميدو جابر، وعبد الله السعيد، واحمد حمودي، واحمد الشيخ، وجونيور اجاي، وعماد متعب، وليد ازارو. استبعد صالح ومعلول وحسام عاشور. كلام كتير جدا. صالح بقى خلاص، وبقى ناس عماله تقول لكم اخبار كلها مش مظبوطه خالص. ناس كمان عماله تتكلم اللي فيه لعيبه وانتخابات، وقبلها يتقال لك مش عارف، مش عايزين نتكلم دلوقتي عشان النادي الاهلي عنده ماتش. السم في العسل، والله هتاخدوا مصالحكم، بس سيبوا الاهلي يلعب ويكسب. سيبوا لنا الاهلي نحفزه، هتاخدوا مصالحكم صدقوني هتاخدوها. لان لو الكلام ده بينتصر اصحاب المصالح هنوقفه، يعني هنوقفه، لكن لو ده هينتصر مش وقته. لكن ما نحطش بقى طول الوقت السم في العسل. خلونا نروح للناقد الرياضي المحترم باليوم السابع، الاستاذ محمد عرايه. استاذ محمد، برحب بحضرتك. اهلا بيك يا كابتن شادي، واهلا بمشاهدين قناه الاهلي الكرام. استاذ محمد، دايما بتطمنا على الفريق، دايما بتبقى موجود في النادي، دايما عندك كل المعلومات. طمنا على الحاله الفنيه للفريق. كابتن حسام قال لعيبته قبل ما يسافروا كل حاجه عايزين نعرفها. اتفضل يا فندم. طبعا يعني في البدايه كان يعني في طبعا عوده لاكثر من لاعب كان غايب عن التدريبات الفتره الاخيره. كابتن عماد متعب رجع النهارده بعد غيابه عن التمرين اللي قبل الاخير، اول امس يعني كان مرض بنته، فرجع النهارده. وبرده شارك النهارده وليد سليمان، شارك رامي ربيعه، وشارك محمد نجيب. النهارده طبعا يعني كان محمد نجيب ورامي ربيعه كانوا بياخدوا جري حول الملعب، يعني كان ظن البعض بس ان كان في اصابه او حاجه، بس الحمد لله دكتور خالد محمود طمنا ان ما فيش اي اصابه وان هم جاهزين للمباراه. طبعا كابتن حسام النهارده جرب اكثر من حاجه، لان برضه في تغيرات كتير عنده، فجرب اكثر من حاجه فنيه خصوصا على التشكيل. يمكن طبعا في غيابات النهارده تم استبعاد لعيبه بسبب الاصابه: علي معلول، وحسام عاشور، وصالح جمعه. فالنهارده كابتن طبعا دي عناصر مهمه وعناصر يعني اساسيه في الفرقه الفتره الاخيره، فكان لازم يبقى فيه يعني زي تخطيط فني لغيابهم، وازاي هنقدر نعوضهم في ماتش الوداد ان شاء الله. فيعني النهارده كان في اعتماد اكتر على حسين السيد، ان هو بنسبه كبيره هو اللي هيلعب ظهير ايسر في ماتش الوداد. برضه صالح جمعه طبعا عبد الله سعيد من المباراه الاخيره يعني خلاص رجع واثبت ان هو خلاص سليم، هو برضه هيبقى بشكل اساسي هو في المباراه الجايه ان شاء الله. برضو يعني كان في برضو منطقه خط الوسط، يعني برضو رامي ربيعه اعتقد ان هو هيكمل برضو في مركز السنتر جنب عمرو سوليه. يعني في بس كان يعني تطرق برضو اتكلمنا في حاله غياب مثلا اي حد مدافع او حاجه، فبرضه كان هيرجع رامي ربيعه ويخش هشام محمد، برضه كان حسام يعني عمل الموضوع دوت ان هو ممكن في حاله غياب اي حد من المدافعين هيتم الدفع بهشام محمد، برضه كنتوا حاطينه النهارده بشكل كويس. كابتن يعني كابتن حسام النهارده برضه اهتم كالعاده بالجمل الفنيه اللي هو ناوي يطبقها في ماتش العوده. طبعا كان في يعني حاله سريه وحاله من التكتم بشكل كبير على الخطه اللي هيلعب بيها او شكل التشكيل، برضه كان في حاله من يعني اللي هو يعني طبعا مش حابب يظهر كل اوراقه بشكل كبير في التمرين، بس يعني واضح ان كان في حاله من تركيز كبيره جدا، في يعني حاله معنويه مرتفعه، اللعيبه كلها يعني حاسه ان هم يقدروا، حاسه ان شاء الله باذن الله نقدر نعوض في ماتش العوده بعد التعادل في ماتش القاهره. اعتقد ان يعني في تحفيز كبير جدا من الجهاز الفني، برضه كنت لسه بتكلم مع اللعيبه وعطت النهارده محاضره مطوله قبل التمرين، كانت برضه فيها جزء فني جزء بالفيديو لدراسه فريق الوداد، شافوا ماتش الذهاب في القاهره وشافوا برضه اكثر من ماتش الوداد في الفتره الاخيره، خصوصا في بطوله دوري ابطال افريقيا وخصوصا في ملعب محمد الخامس اللي هيستضيف المباراه. هي طبعا انا يعني من وجهه نظري انا فنيا ان فرقه الوداد يعني ملعبها بيقويها يعني 60 و70%، احنا اقوى من الوداد بشكل كبير واحنا افضل من الوداد، وده ظهر في ماتش الذهاب وبان ان احنا فروقات كبيره جدا بيننا وبينهم، بس يعني ما كانش في توفيق بنسبه كبيره. يعني اتمنى التوفيق لحالفنا في ماتش العوده، واتمنى ان اللعيبه يعني ما تحاولش تركز اكتر مع الجمهور وتركز مع المؤثرات اللي هتبقى موجوده، لان واضح ان في حاله كبيره جدا من يعني في حاله من التحفظ عند الجمهور المغربي. عايز اقول لك يا كابتن امبارح تقريبا الفجر والجماهير واقفه بتشتري تذاكر لمباراه الاهلي، فواضح ان في يعني حاله من التركيز شديد جدا، البطوله غايبه عنهم بقى لها فتره كبيره وكلهم متحفزين زي ما احنا برضو دايما متعطشين ان احنا ناخد اللقب، هم برضو يمكن يعني عندهم برضو الحافز كبير جدا وشايفين ان الموضوع يعني من وجهه نظرهم ان الموضوع اصبح سهل بعد نتيجه ماتش الذهاب، ففي حاله كبيره جدا من التركيز وحاله جدا كبيره جدا من يعني التدريب الفني حافز اللعيبه عندهم، واضح طبعا من التقارير الصحفيه اللي بتجينا من عندهم هناك. فبس اعتقد ان احنا قادرين ان احنا ان شاء الله يعني نتغلب على هذه الصعوبات ونتغلب على عمل الجمهور وعمل الارض اللي هو هيلعب لصالح الوداد، فاعتقد ان احنا خبرات لعيبتنا والشحن المعنوي خصوصا الجماهير، ظهور الجماهير في ملعب مختار التتش بالشكل الكبير دوت. طبعا التمرين اتلغى عشان حفاظا على يعني سلامتهم. استاذ محمد انت اتكلمت مع بعض اللاعبين؟ طبعا انا اتكلمت طبعا مع كذا اخر لعيب. عايز اسالك سؤال، معلش انا اسف على المقاطعه عشان دي مهمه جدا بالنسبه لي. اكيد اللاعبين شافت الجماهير امبارح. طبعا انطباع اللعيبه اللي انت اتكلمت معاهم، انطباع وجود الجماهير امبارح والشكل التاريخي والاكثر مرة على جماهير النادي الاهلي، انطباع اللعيبه عليه ايه؟ هو قبل يا كابتن ما اقول لك انطباع الجماهير على اللعيبه، انا كنت سمعتك قبل ما اخش مع حضرتك، يعني فكره ان هو انطباع الموضوع على المغرب، على اللعيبه في المغرب وعلى وسائل الاعلام العالميه. النهارده في اهتمام كبير جدا من وسائل الاعلام العالميه باللي حصل، يعني في اكثر من صحيفه عالميه القت الضوء على ظهور جماهير الاهلي بالشكل دوت، فده طبعا بيوصل للمغاربه، وبرده واضح في التاريخ يعني في الصحافه عندهم وفي الاعلام عندهم ان الموضوع دوت برده واضح ان هم خايفين من الحساسيه الكبيره اللي عند لعيبه الاهلي والشحن المعنوي اللي حصل لهم من جماهير النادي الاهلي، فده قبل لعيبه الاهلي. بالنسبه لعيبه الاهلي يعني واضح يعني الموضوع كالعاده جمهور الاهلي دايما بيفاجئهم، يعني هم كانوا حاسين ان هو هيجي لهم عدد، ما كانوش متوقعين ان العدد يبقى بالشكل ده، خصوصا ان هم يعني شايفين ان النتيجه برضو تعتبر مش يعني النتيجه بتاعت ماتش الذهاب مش محفزه قوي للجماهير ان هي تيجي ويبقى عندها امل، ممكن اي حد كان يفتكر ان اللقب خلاص راح او يعتقد ان البطوله خلاص راحت، بس لا الجمهور جاي ومتاكد. لو شفت اللافتات اللي كانت بيحملوها الجماهير كلها لافتات ان احنا نقدر، وكلها لافتات ان الاهلي ياما عملها، وكلها لافتات ان البطولات اللي الاهلي خدها الفتره الاخيره على مستوى افريقيا اغلبيتها كان بيروح ياخد اللقب من بلد الفريق اللي بيلاعبها، فكان كل ده الاتجاه. فاللعيبه طبعا عندها حاله كبيره جدا من يعني من فكره رد الجميل، يعني كابتن حسين حتى اتكلم مع اللعيبه في كده ان احنا لازم الجمهور اللي جالنا دوت والجمهور اللي تعب وفي ناس اتصابت وفي ناس اتبهدلت بشكل كبير عشان تقدر تيجي، خصوصا طبعا احنا عارفين ان مساحه ملعب التتش برضه مساحه صغيره مش كبيره، ورغم كده في جد اعداد كبيره بالالاف يعني حاولوا يخشوا، فطبيعي جدا يحصل تدافع ويحصل تصنيفات. تمام. كابتن حسين اتكلم مع اللعيبه ان هو لازم بقى نرد للناس دي، ولازم يعني نقول لهم ان احنا حاسين بيهم، ولازم نقول لهم ان احنا شايفين دوت وحاسين بيهم جدا، وان احنا هنعمل كل اللي علينا. يعني طبعا النتيجه دي بتاعت ربنا في اي مباراه، مش حد بيطلب نتيجه، لان انت ممكن تبقى كويس جدا في مباراه وما تكسبش، ممكن تبقى وحش جدا وتكسب. فده ربنا يا رب بيكرم اللاعبين والجهاز الفني ويظهروا بشكل كويس جدا ويرجعوا لنا بالكاس ان شاء الله. استاذ محمد عرايه الناقد الرياضي باليوم السابع، انا بشكرك على كل المعلومات اللي حضرتك قلتها لنا. كمان دلوقتي كمان هنطير بسرعه للمغرب. سياده السفير معانا، نحاول نجيب سياده السفير لان مهم جدا نطمن على بعثتنا، ترتيبات خصوصا للكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي، سافروا قبل الفريق، جهزوا الترتيبات كالعاده لان دي مباراه كمان مهمه جدا لكل جماهير النادي الاهلي ولينا المنظومه الاهلاويه كلها. ده كلام مهم جدا، حاولوا تجيبوا لي سياده السفير عشان نطمن على الفريق. صعوبه المباراه مش هقول اللي هي النتيجه لان احنا دايما عندنا تاريخ كبير في المواقف دي، عندنا امور كتير جدا جدا مع كل الاجيال ورثتها البعض، اللي انت تروح بمباراه النهائيه بتقاتل خارج الارض ترجع بالكاس. ولما انا برجع للتاريخ ليه؟ مش بالكلام، ما هو تاريخ بدون رجوله في الاداء، روح الفانيلا الحمراء تبقى موجوده، القتال في داخل الملعب، التركيز، كل لعيب يبذل اقصى مجهود عنده. ده الكلام ده التاريخ ينسفك لما تعمل كده، لكن كلام اروح اعتمد على التاريخ هيبقى صعب جدا جدا. كمان اللي انا عايز اقوله الاهلي الكاس اتذكر 85 رجع بالكاس من بره، جروه رجع بالكاس من بره، في تونس فرادس مرتين رجع بالكاس امام الصفاقس والترجي 82. فانت تاريخنا كده، فلما نتكلم على تاريخ 82 و87 كمان وجروه في الكاميرون وتونس 2012، وكمان بنتكلم ماتش الصفاقس فرادس، لا لينا تاريخ كبير جدا جدا جدا، لازم نركز، لازم نقاتل، ولما نقاتل التاريخ هينصفنا. عشان كده اللعيبه عليها مسؤوليه كبيره جدا. امبارح كلمتكم في نقطه في غايه الاهميه. خلونا كمان رجع لنا على الهاتف، نطير للمغرب بسرعه لسياده السفير اشرف ابراهيم ونعرف منه اخبار كتير جدا. سياده السفير برحب بحضرتك في البدايه. اهلا بيك كابتن شادي واهلا بمشاهديك. سياده السفير في البدايه بتحياتي لحضرتك وبوجه لحضرتك الشكر على المجهود المبذول والتنظيم كل حاجه اللي بعثت النادي الاهلي. الله يخليك، ده واجبنا وشغلنا يعني، وطبعا احنا بنرحب ببعثه النادي الاهلي. عايز اطمن من حضرتك على الاجواء والصحف قبل ما اسال بقى بعثه النادي الاهلي ووصولهم امتى، الناس بتناقش المباراه ازاي وردود الفعل في المغرب عامله ازاي سياده السفير؟ هو طبعا انت عارف الوداد ما فازش بالبطوله قبل كده، وهم النهارده في النهايه عاملين سكور كويس، عاملين نتيجه كويسه في القاهره، طبعا عندهم عمل كتير، في حماس كتير. يعني انا كنت بقرا كل الجرايد النهارده الصبح، بشوف ايه الاجواء، شايف ان في حماسه كتيره، في حماس من الجماهير، في حماس من الاعلام. وكان طبعا رئيس الوداد النهارده يعني في تصريحات ان هو بيعد للاحتفال بالبطوله. ففي طبعا عمليه حشد جماهيري وعمليه تحميس اللاعبين، بحيث ان هم يعني اعتقد ان هم عندهم عمل كتير ان هم يعني بيأملوا ان هم يفوزوا بالبطوله. سياده السفير كان في مشاكل وقريت في الصحف، التذاكر برضو كان عليها مشاكل كبيره جدا، وبنتكلم اكتر من 45,000 متفرج هيحضر المباراه. طبعا انت عارف مباراه كبيره زي دي، مباراه في نهائي بطوله افريقيا، مع لازم هيكون في ضغط جامد على التذاكر، انما اعتقد انه يعني دي مسائل بتحصل في كل نهايات البطولات، ومع الضغط الجماهيري ورغبه الجماهير في حضور حدث زي ده فطبيعي في بعض المشاكل، انما بتتحل طبعا بتتحل. حضرتك هتبقى موجود في استقبال الفريق ان شاء الله في المطار؟ انا في الطريق لمطار كازابلانكا، انت عارف احنا السفاره في الرباط على بعد حوالي 150 كيلو من كازابلانكا. انا في طريق دلوقتي لكازابلانكا لاستقبال بعثه النادي الاهلي. الفندق الاقامه وكله على ما يرام يا فندم؟ كله على ما يرام. كابتن سمير عدلي طبعا زي ما انت عارف هنا ومعاه كابتن سيد عبد الحفيظ، شافوا الفنادق وتم خلاص يعني استقروا على فندق معين، ويعني لا كله مترتب تمام، كله مترتب تمام. سياده السفير هنستاذن حضرتك، هيبقى في يعني اللي انا عايز اقول لحضرتك هيبقى في مداخلات مع حضرتك كتير جدا عشان نطمن جماهير النادي الاهلي. حضرتك عارف شعبيه جماهير النادي الاهلي وهنتابع مع حضرتك دايما، بس اللي انا عايز اسال حضرتك عشان انت عارف اللي فيه جمهور النادي الاهلي مسافر ورا الفريق وعدد كبير، الترتيبات بتاعتهم وضعها ايه؟ الترتيبات احنا من البدايه احنا كان في يعني ترتيبات مع اداره نادي الوداد، واعتقد حتى مع اداره النادي الاهلي بالنسبه لجماهير الوداد، وانه هيبقى في يعني هنتكلم في الاول على 1000 تذكره او 1000 مشجع لدخول المباراه من الاهلي، وهيكون مخصص لهم مدرج لانه طبعا عمليه التامين وبحيث انه ما يبقاش في احتكاكات والفصل بينهم وبين جماهير الوداد، فده تم ترتيبه بالفعل مع اداره نادي الوداد ومع الاتحاد المغربي. طبعا اتفقنا ان الدخول هيكون بجوازات السفر تفاديا لقصه التذاكر والصعوبات اللي بتصاحب عمليه التذاكر. اتحدد العدد من جماهير النادي الاهلي اللي هيوصل او هيدخل المباراه او هيسافر يتفرج على المباراه؟ يعني الحقيقه الاعداد اللي هتيجي انا ما جالناش علم بيها يعني، انما احنا زي ما قلت لك احنا كنا متفقين او الاتفاق المبدئي كان انه في حدود 1000 مشجعي النادي الاهلي. تمام. سياده السفير اشرف ابراهيم سفير مصر في المغرب، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المجهود المبذول، ودايما بندعى عهدنا مع حضرتك لما اي فريق مش النادي الاهلي بس حضرتك بتبقى موجود، واي فريق مصري حضرتك بتقدم له الدعم والمسانده. انا بشكر حضرتك يا فندم شكرا جزيلا. ده كان معانا على الهاتف سفيرنا الاستاذ اشرف ابراهيم، بحاجه محترمه حاجه مشرفه. انا عارف كمان اللي قبلها الكابتن سيد عبد الحفيظ والكابتن سمير عدلي موجودين سافروا عشان التجهيزات اللي قبل المباراه، خصوصا المباريات دي بتحتاج تركيز، بتحتاج ان انت تقفل على نفسك، الجماهير تبعد عن الضغوط اللي بتبقى موجوده هناك، لان مباراه بتقابل فريق قوي ليه جمهور شرس ايضا على ملعبه، لكن كل ده النادي الاهلي متعود عليه ولاعيبته متعوده عليه. يا رب انصرنا ومش هبعد عن مبادرتنا، الاهلي يقدر ان شاء الله، النادي الاهلي يقدر يا رب انصرنا. محتاجين بطولة أفريقيا، محتاجين كأس العالم، محتاجين نفرح، ودايما الأهلي زي منتخبنا بالظبط، الأهلي البسمة، الأهلي الفرحة، الأهلي الانتصار، الأهلي التحدي، الأهلي الإصرار، الأهلي العزيمة. كل دي صفات جميلة اتربت جوانا وتربت كل جوه أجيال النادي الأهلي. أكيد في لقطة جميلة عجبتني، دايما بنجيب الحاجات الإيجابية. جمهور النادي الأهلي بعد التمرين لقطة جميلة جدا جدا، مش عايز احرقها، تعالوا نشوفها مع بعض ونعلق عليها، اتفضل. سواق المترو تفاعل مع جمهور النادي الاهلي امبارح، الجماهير اعداد غفيره جدا بينزلوا عند المترو، فسواق المترو شاف جماهير النادي الاهلي فالراجل قعد بيشجع معاهم، حاجه لطيفه حاجه جميله. اصل دايما جماهير النادي الاهلي اللي هي محرومه وقت طويل جدا من المدرج وتروح ماتشات افريقيا بس. انتوا شفتوا العدد ده ليه؟ رايحين يوجهوا رساله كبيره ومهمه جدا، انا في فيديوهات تانية كتير لكن حبيت اخدها من الشكل اللطيف ده، حبيت اخدها من الناس بتتفاعل، ده جمهور بنحط الحاجه في الوضع بتاعها. جمهور راح يركب المترو خرج من التتش، مجاميع كبيره جدا جدا وفي هدوء وفي نظام، وحصل الموقف اللي انا عرضته من شويه. فتلاقي الناس بتتفاعل مع الحاجه الحلوه، حتى راجل سوافه اكيد لما يشوف الجماهير بالشكل ده بيفرح معاهم وبيغني عن طريق الصوت اللي انتوا سمعتوه وبيشجع مع الناس. ما هو الاهلي ده في كل مكان، الاهلاويه هتلاقيهم في كل مكان. عايز اعلق كمان، لازم ناخد الحاجه من منظورها الكويس، يعني ما تكلمنيش عن جماهير اصابات زي ما انا قلت امبارح مش عارف في، لا خد الحاجه الكويسه. روح ده ناس راحه بتحب ناديها، والله اللي عملوه افضل من مليون تدريبه. لان الاهلي انا قلت لكم كده مضغوط جدا جدا، مباراتين ترجي، مباراتين نجم، مباراتين في الدوري، مباراه وداد ورا بعض، ومباراه قويه تخرج النجم وتخرج الترجي، فرقتين تقال. فدي ضغوط عصبيه، وهو ده عشان كده بتلاقي عدد الاصابات من ان انت في ضغط جماهيري وجماهيرك مش بتضغطك بس عايز تفرحها، فده بيبقى ضغط. بتروح تقابل الخصم على ملعبه، عايز تحقق نتيجه ايجابيه عشان تيجي تكسب. هنا اللي انت تعيش كوره، ده كلام محترم وده اللي الاهلي علمه لنا، بس في نفس الوقت الاصابات اللي حضراتكم شفتوها من الكلام ده ضغوط ضغوط ضغوط. اللي بيلعب في الاهلي بقى شوف اللعيبه المستحمله ده وبتقاتل بالشكل ده حاجه محترمه. فلما الجماهير تروح وتقول لي تمرينه اتلغت، ده وجهه نظري انا، ايه المشكله؟ شحنوا البطاريات وثقه في النفس، واحنا معاك وفي دارك. هتتمرن تعمل ايه؟ ما التدريبه انا بقول لحضراتكم، اللي يقول لك تدريبه مهمه لا مش مهم. في مباريات الكلام فيها والشحن المعنوي وخلق الدوافع افضل من ان انت تقعد تعمل تمرينه ساعتين. الشكل الخططي مش زي ما انتوا حضراتكم تبقوا زي ما بيتقال الدنيا اتطورت، ففي ناس تقعد تكلمك بفكر العشرينات. التدريب الخططي هو نظري اكتر منه عملي. وبعد النظري دلوقتي فتلاقي بقى بتتمرن على الكوره الثابته، الضربه الركنيه، ترفع ايديك الاثنين لما ترفعهم، بيبقى لعبه متفق عليها. فالشغل بعد كده تيجي تطبقه عملي اقل في الوقت من الوقت اللي هو المفروض اللي انت هتتدرب. فدي بتبقى تدريبات بسيطه، لكن بنتكلم في عدد اصابات موجود، بنتكلم فاكيد الحمل التدريبي كان هيبقى بسيط جدا جدا جدا. لكن عايزين نزنق الجماهير في المربع اللي عايزين نحطهم فيه طول الوقت. انت لغيت التمرينه، انت بسببك الفرقه ما عرفتش تتدرب، هيتدرب يعمل ايه؟ في ظل المباريات القويه جدا اللي حضراتكم شفتوها. فمن هنا لا، خلينا ايجابيين. جماهير النادي الاهلي اللي انتوا عملتوه امبارح حاجه مشرفه، حاجه محترمه، مش عاوزين اصابات تاني حتى لو اي خدش قد كده. لو سمحتوا نحافظ على بعض، نلتزم ونروح ونفتح التتش مره واثنين وثلاثه واربعه ومليون، لكن مش عايزين اي اصابه، مش عايزين موت، مش عايزين اي حاجه وحشه عشان خاطر انتوا غاليين عندنا. والحدث كان جلل قبل كده مش عايز اتكلم فيه تاني، فبلاش بقى الدم دي. خلاص احنا بنلعب كوره عشان نتبسط، بنلعب كوره عشان الاهلي يساعدنا، بنشجع الاهلي عشان نفرح ونسافر وراه ونبقى ايجابيين. واحنا ايدينا في ايديكم دلوقتي، ومش هنسمع بحد يتكلم عليكم. كمان احنا لينا دور مهم كمان غير الاهلي يقدر. بحاول ارجعكم للماضي وحاجات تحفيزيه. وانا بسمع المباراه دي كلمت فريق العمل على طول امبارح وقلت لهم يا جماعه شغل للجماهير ده وشغل للعيبه ده وشغل لكل اهلاوي الكلام ده. مش عايز احرق مره ثانيه، تعالوا نشوف. وانت بتسمع هتستعيد ذكريات جميله تخليك فخور بناديك. تعالوا نشوف. حسن مصطفى والرياض فلافيو وشو مختار للنادي الاهلي، يصاب فلافيو والركنيه للنادي الاهلي. انجولي الا ويحاول التسديد، وهذه الاعاده تؤكد ذلك. شوف مراوغه مع عصام المرداسي، صواب بالتمام والكمال، واكيد وانه النادي السويسري في وضعيه المدافع والنادي الاهلي في وضعيه المهاجم. وشويه ملعب راس شادي محمد، كره طويله في عرض الدفاع التونسي، لمسه من عماد متعب، مرتده، تصويب وجول جول جول جول. الهدف الاول للنادي الاهلي، محمد ابو تريكه يخطف الهدف، هدف غالي جدا. فرحه كبيره في الجهاز الفني للنادي الاهلي، والمايسترو محمد ابو تريكه بكل تاكيد يفاجئ الجميع ويسجل الهدف الغالي، هدف قاتل، هدف تراجيدي. قلنا مشاهدينا الكرام ستكون النهايه تراجيديه، ستكون النهايه دراماتيكيه على احد الفريقين. وهذه الكره المرتده يساريه قاتله جدا من محمد ابو تريكه، في شباك الحارس احمد الشواشي، وهدف 2-0 للنادي الاهلي. هدف والله بصراحه قاتل على الدفاع التونسي، شوف بدون مراقبه على طول محمد ابو تريكه ياخذ كاس لاول مره في تاريخه. على كل لم تنتهي المباراه تنتهي عند الصفر النهائيه للحكم. العيدة بكل السعاده بالنسبه للاهلاويه والمصريه بصفه عامه. كره طويله من بشير المشرفي ونهايه المباراه مشاهدينا الكرام بتتويج النادي الاهلي للمره الخامسه في تاريخه، يعادل الرقم القياسي لنادي الزمالك، 5 ألقاب للنادي الاهلي والنادي الصفاقسي يفشل بالتتويج. ذكرياتنا جميله وحلوه ولنا تاريخ كبير جدا جدا جدا، زي ما قلت لحضراتكم في جاروه كمان وفي 2012 مع الكابتن حسام البدري ودايما بحب احكي لحضراتكم الحاجات الواحد عاشها، ما ينفعش احكي حاجه انا ما كنتش موجود فيها، فالواحد بيحكي لحضراتكم خصوصا المباراه الصفاقس فيها ذكريات جميله ومواقف صعبه جدا انتم مش متخيلين. الاجتماعات اللي حصلت قبل المباريات نفس الظروف. انا كلمتكم الايام اللي فاتت، اعوذ بالله من كلمه انا، عن المباراه دي كان غايب 3 مهمين جدا، سبحان الله نفس الظروف. كان غايب محمد بركات، كان غايب عماد النحاس، كان غايب محمد شوقي. تعادلت في القاهره 1-1 في استاد القاهره. احباط عند كل جماهير النادي الاهلي. بتروح تتدرب الناس تشاور لك وانت ماشي في الشارع ويعملوا لك كده، لو لعيبه الاهلي مش متحمله المسؤوليه كانت تحبط. حصل اجتماع اللعيبه بينها وبين بعضها وشويه مع لجنه الكوره وشويه مع المدير الفني، لو اللي مش هيسافر يجيب البطوله ما يسافرش. ده كلام محترم، ده كلام التحفيز، ومالناش دعوه بالسلبيات اللي الناس بتعملها معانا، حولها لايجابيات. وكان المفروض ترمي الفوطه بقى لو انت هتمشي بالمبدا ده، لكن اللعيب اللي بيلبس او بفانيله النادي الاهلي عليه اللي هو يتحمل المسؤوليه وعليه اللي هو يبقى قدها وقدود. هو ده اللي احنا اتعلمناه. يغيب فلان ما هو زميلي، يغاب ما هو في مكانه 1 و2 و3، وبسم الله ما شاء الله الفريق فيكم في كل مكان 3 4، وفره عدديه غير طبيعيه. بعد سيزون دوري وكاس معاك وفره عدديه مهمه ومحترمه، ما ينفعش نقلل من حد، وكل اللعيبه المفروض تبقى متحمله المسؤوليه بشكل كبير. فده مباراه مش عايز اقول لكم الاجواء كانت في تونس عامله ازاي، شبيهه للوداد بالظبط، جمهور شرس عمال يشجع، داخله بيحبطك من البدايه وبيقلل منك وانت بتسلم الكاس، لكن لا، لعيبه النادي الاهلي كانوا في الميعاد وكانوا رجاله. ادي السور التكاتف والتحفيز والكلام ما بينك وما بين، هو ده اللي انا عايز اقوله طول الوقت. كرة القدم في المباريات الكبيرة 80% منها كلام وتحفيز ودوافع مش تدريب، وازاي يبقى قلبك على زميلك اللي جنبك، ولما الواحد يتضرب 2 3 4 يكونوا بيقاتلوا. هو ده الاهلي، هو ده الاهلي. بتتحدى جماهير موجودة وخارج الأرض وشحن معنوي وهتافات ضدك، وده بيخلق حافز. عشان كده أنا مش خايف على الأهلي خالص بالأمانة، مش خايف، لأن دي أجواءنا، إحنا بنحب ده، اتعلمنا ده، بنقاتل على ده. وقبل شخصية اللعيبة دي شخصية الأهلي، ده دي شخصية الأهلي اللي هو بيطلع بره الناس كلها تعمل لك 1000 حساب. كبرنا من فريق الترجي وكان فريق محترم، عملنا إيه؟ شخصية الأهلي كان موجود. قلنا النجم المباراة أصعب، شخصية الأهلي كانت موجودة ولعبته الرجال. الوداد نتيجة تقلقنا ومباراة صعبة وخارج الأرض، شخصية الأهلي إن شاء الله هتبقى موجودة. ومن هنا هرجع لعنوان حلقتنا وعنوان الحلقات اللي فاتت كلها، وهو ده اللي احنا نفهمه، هو ده اللي عايزين نتكلم فيه، مش عايزين نتكلم في أي حاجة غير اللي احنا كلنا بندعي للنادي الاهلي ونقول يا رب رجعنا بالكاس، يا رب انصرنا، يا رب وفقنا، يا رب فرحنا، وان شاء الله كابتن حسام البدري وفرقته يرجعوا لنا بالكاس بالمغرب. هنروح تقرير سريع عن مواجهات النادي الاهلي والوداد المغربي، وبعدها استقبل 2 من نجوم النادي الاهلي نتكلم شويه كوره معاهم ونشوف ذكرياتهم فيها النهارده، الكابتن ربيع ياسين والكابتن شريف عبد المنعم. تعد مباراة الأهلي والوداد المغربي والمقرر إقامتها السبت المقبل بإياب نهائي دوري أبطال أفريقيا هي المواجهة السابعة بين الفريقين، حيث كانت أولى مواجهة الفريقين الرسمية في دوري المجموعات ببطولة دوري الأبطال الأفريقي في 17 من يوليو عام 2011 بالقاهرة، وانتهت بتعادل الفريقين ب3 أهداف لكل فريق. وكانت المواجهة الثانية في مباراة العودة في 11 من سبتمبر عام 2011 بالمغرب، وانتهت بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما. أما ثالث المواجهات بين الفريقين فكانت بدور المجموعات بدور الأبطال أيضا، وأقيمت مباراة الذهاب في مصر في 16 من يوليو عام 2016 وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين. أما المباراة الرابعة كانت في لقاء العودة بالمغرب في 27 من يوليو 2016 وانتهت بفوز الأهلي بهدف دون مقابل. وكانت خامس لقاءات الفريقين في 4 من يونيو الماضي ببرج العرب بدور المجموعات للبطولة الحالية وانتهت لصالح الأهلي بهدفين دون رد، فيما أقيمت مباراة العودة في 20 من يونيو الماضي بالمغرب وانتهت لصالح الوداد بهدفين دون رد. أما المباراة السادسة كانت في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا السبت الماضي وشهدت تعادل الفريقين بهدف لكل فريق. وينتظر الجميع المواجهة السابعة والتي ستكون في لقاء العودة يوم السبت المقبل. جدير بالذكر أن الفريقان قد التقيا وديا في مباراة وحيدة جمعت الأهلي مع الوداد المغربي، وكانت في دورة الزيتون الدولية بألمانيا عام 2009 وفاز بطل مصر بنتيجة 2-0. وعلى صعيد الأهداف فقد سجل لاعب الأهلي 8 أهداف في شباك الوداد المغربي وذلك خلال مواجهتهم السابقة، وجاءت بأقدام 7 لاعبين هم عماد متعب وجدو ودومينيك دا سيلفا ووائل جمعة ورامي ربيعة ومؤمن زكريا هدفين وجونيور أجاي، فيما استقبلت الشباك الحمراء 7 أهداف فقط من الفريق المغربي. شكرا للكابتن التتش وصالح سليم ورفعت البناشيري وعزيز فهمي وتوتو والجوهري والخطيب وعادل هيكل ومختار وزيزو وطاهر الشيخ طاهر اسماعيل طاهر ابو زيد. برحب بحضراتكم من جديد، ودلوقتي فقرة الضيوف. معانا 2 من ولاد النادي الأهلي. دايما حتى على مستوى فرقة الشمس دايما أغلط ما بين الكابتن أسامة والكابتن ربيعة، بس خلوني في البداية أرحب ب2 كبار جدا داخل النادي الأهلي، بطولات حدث ولا حرج، سواء كمان مع النادي الأهلي والمنتخب الوطني، كابتن شريف عبد المنعم. برحب بحضرتك. أنا برحب بيك يا شادي وبرحب بأسامة. خطفوك مني البرامج الثانية. احنا مع بعض هنروح من بعض فين. كمان خلوني ارحب بواحد من نجوم النادي الاهلي، بطولات كتير، تخيلوا بطولات النجم اللي انا هقدمه دلوقتي بطولاته اكتر من انديه كتير في مصر، كابتن اسامه عرابي. برحب بحضرتك. اهلا وسهلا بك يا شادي وبالساده المشاهدين وطبعا الكابتن شريف. انا خايف اما اقول كده في البدايه كابتن اسامه تتغر علينا في الحلقه، وانا عارف اللي انت كام بطوله انا عايز اعرف كتير. لا، وعدد لعب ماتشات وبطولات 28. ده انت ضعفي. انا لا بس انت لولا ظروف الاصابه انت كنت نجم كبير جدا. والله هنسيب حوار الذكريات نتكلم فيه في الاخر. هنتكلم في شويه فنيات، واكيد انا بكلم انتوا اصحاب بيت اكيد يا كابتن اسامه كابتن شريف. بس في البدايه هبتدي من الحدث اللي النهارده. الحدث كان جلل من امبارح. عم حسين الله يرحمه الله يرحمه فضله علينا برضو الراجل، كلنا ساهم من خلال المدرج اللي اسمنا يكبر ويكبر ويكبر يا كابتن شريف. يعني بص عم حسين ربنا جنى بما فيه يا رب ان شاء الله. الراجل كنا بنخش واحنا بنعدي في النادي، فيه وشوش عندنا في النادي مش هتحس بابتسامه كده وانت داخل تطمنك. كسبان متعادل خسران، نفس عم حسين هو في نفس الشكل. اذا كان عايز يواسيك في التعادل او في اي خساره فبيبقى ليه نظره في يعني ملموسه بابتسامه برضو. فالراجل ده كان فعلا طيب، ملوش طلبات. عمري ما شفت زي اي حد ممكن يجي يطلب اي حاجه او لا. الراجل ده عنده عزه نفس، عنده عزه نفس كبيره جدا. واحنا شفناه برضو لما تعب الفتره اللي فاتت دي وجه النادي بقى بعدها برضو كان تعبان وشاكل. بس قد ايه احنا لما شفناه تاني نسينا التعب اللي هو فيه، ووجوده اصلا في النادي خلانا بنحس يعني الناس الطيبه، الناس اللي قلبها على النادي ومن الجماهير ومن اللي اشتغلوا واللي حبوا فعلا الفانيلا الحمراء وفضلوا في ظلها لغايه لما ربنا توفاه طبعا. الله يرحمه الله يرحمه، وبعزيه وبعزي اهله. واعتقد ان عم حسين ما تنساش وهيفضل في القلوب يعني. اكيد طبعا يا كابتن شريف كابتن اسامه ذكريات كتير جدا مع عم حسين الله يرحمه طبعا. والموقف اكيد كل الاهلاويه زعلانين. راجل بقيمه عم حسين من اخلاص ووفاء وقيم كتير جدا موجوده فيه. مظبوط، الله يرحمه ويصبر اهله هيدخلوا فسيح جناته ان شاء الله. عم حسين انا لما ابتديت في السنه اللي انا جيت فيها النادي الاهلي 81 وبعديها بقى الفريق الاول، هو اللي بيقود المدرجات. راجل كان بيقود المدرجات بشكل حلو قوي، وراجل كان بسيط. وزي ما كابتن شريف بيقول عمره ما كان ليه طلبات، وطول عمره متفاني في خدمه النادي الاهلي. وبعد كده طبعا اشتغل في النادي الاهلي ومر بظروف بقى المرض وكده وربنا رحمه يعني. فنتمنى ان شاء الله يكون من اللي هم ايه من الناس اللي في الجنه ان شاء الله باذن الله. طبعا احنا مش هنعزي عزيت اسرته وبنعزي نفسنا لان احنا اهله جزء من المنظومه الاهلاويه وبنعتبره هو كمان صاحب الراجل ده 50 سنه داخل النادي. شادي اخونا ومننا يعني اي حد حربي مننا كلنا الناس يعني اي حد بعدي في النادي وانا معدي جنبه ده كله احنا من بعض. دي ميزه النادي الاهلي، احنا كلنا من بعض. طيب الحياه بتستمر، والحياه كل واحد بيشوف شغله وده مهم جدا. لكن في ناس هتفضل عايشه في قلوبنا زي محمد عبد الوهاب، زي عم حسين، زي ناس كتير افنت حياتها للنادي الاهلي. خلينا نروح لشغلنا ومبادرتنا. بقالنا ده اليوم الرابع النهارده. الاهلي يقدر يا كابتن شريف، الاهلي يقدر في اي حته. الاهلي رغم الاصابات اللي احنا تعرضنا ليها والايقافات والدنيا اللي احنا كنا فيها واللي حصل لمدرب الفريق نفسه باصابه بنته، دي حاجه تهز اي مشاعر اي حد. يعني اللعيبه ما اخفقتش. انا بتفرج على النادي الاهلي تاني تايم يا اسامه، انا ما كنتش معاك في التحقيق، انا كنت في المباراه. حاجه تفرح اللي احنا نفسنا كنا بنتكلم فيه كلنا ان بيحصل ضغط على اي فرقه، تقارب الخطوط، كره بتترد بتبقى بتاعتنا تاني. السوليه انا اول مره اشوفه بهذا الشكل، بيتحرك بحريه كده ما فيش تعليمات، هو لوحده حاسس بالكرة فين، حاسس انه يبقى فين. محمد نجيب اسطوره في الماتشين اللي فاتوا، حاجه تفرح يعني. 34 سنه على ما اعتقد يا شادي، حاجه جميله جدا. وبيعدي من واحد واثنين وبيبني هجمه على الاطراف وتكالنج في الوقت ده. احنا بنتكلم في ايه؟ في حاجات احنا دايما كنا بنقول دي عندنا نواقص من ساعه ما حجازي مشي واحنا بنعوض مراكز معينه. المركز اللي بتعوض ده الحمد لله بتعوض على شكل احسن، مش ثغرات يعني. بحب قوي اللي حصل ان عبد الله السعيد رجع خد فورمه ماتش. فورمه ماتش يعني يبقى جاهز للماتش اللي احنا فيه ده اللي جاي ده يوم السبت. كان محتاج قوي ان هو مش ياخد نص ساعه بس، لا ده خد ماتش كامل. اعتقد ان حالته هتبقى احسن بكتير قوي من الملعب باذن الله. انا وانت شفنا في الملعب كانت الدنيا عامله ازاي. توفيق بقى ازارو على اجاييه، يرجع اجاييه كان مرهق، او الفرقه كلها انا حسيتها ان في اول تايم عليهم ضغط عصبي. بعد الجون ما جابوه الدنيا بقت حلوه قوي، وبعد كده قفلت مننا في الهدف اللي احنا دخل فينا. طبيعي جدا ان فرقتين كبار زي دول، احنا بنلعب فرقه كبيره قوي، عرفت تمتص حماس لعيبه النادي الاهلي وفرديات النادي الاهلي. النادي الاهلي باصص للبطوله هنا في مصر او بره مصر، واحنا حتى لو كسبانين 3 كنا هنروح برضو، واحنا عارفين ان الماتش لسه ما انتهاش. فدول 90 دقيقه جديده جدا، مباراه ثانيه خالص، الاثنين في قوه بعض. التحرك بقى بتاع الفراوده بتاعت المغرب اللي احنا ما شفناهوش هنا بشكل اوضح، اعتقد هيبقى زياده شويه هنا هناك. النادي الاهلي طبعا اللي حصل له ده اعتقد انه مديله نيرف عالي قوي. الجماهير اللي جت امبارح دي وعملت الشكل ده والضغط ده قد ايه حسسوهم طبعا ان البلد كلها الشعب ماشي. احنا الناس بتقول دي مظاهره ولا ايه؟ لا دي مش مظاهره يا جماعه، ده حب بشر. شعب الاهلي كان شعب الاهلي وفي مصر وكلها الناس كلها عايزه تروح تمضي، احنا وراكم، احنا معاكم، احنا واثقين فيكم ان انتوا هترجعوا لنا بالبطوله. عشان ما اطولش عليكم واخد الكلام كله، الاهلي قادر. كابتن اسامه، نفس السؤال اللي بساله لكل نجومنا ودخلوا معانا وكل ولاد النادي الاهلي، الكل بيبادر وبنساله نفس السؤال وهساله في البدايه لحضرتك. الاهلي قادر ان شاء الله كابتن اسامه، ولا قلقان، ولا عندك ثقه في اللعيبه والجهاز الفني؟ لا، في ثقه طبعا في الجهاز الفني واللعيبه، لانه مش اول مره في تاريخنا يحصل الموقف ده. احنا دي 8 بطوله، الماتش الثاني يبقى بره، ومثلا رابع خامس بطوله، يبقى النتيجه هنا مش حاسمه للقاء الثاني، وقدرنا نكسب هناك. يعني انا فاكر 84 مثلا مع كانونيا ويندي كسبنا 1-0 وكسبنا هناك بضربات الجزاء، كسبنا مع سجاره، كسبنا هنا وبعدين كان النهائي هناك وكسبنا، اتغلبنا بس كسبنا البطوله. 82 و87 84 و85 و86 كل دول بطولات كانوا ورا بعض، خدناهم الكؤوس كابتن سايس وكابتن طه اسماعيل وكابتن جوهري، خدناهم 3 ورا بعض، كابتن سايس كابتن جوهري كابتن طه اسماعيل. 84 كابتن سايس مع كانونيا ويندي، بعدين 85 الكابتن جوهري جاب اخر ضربه جزاء في المباراه هناك، كان مظبوط. وانا كنت مفروض في الفرقه دي، بس كنت احتياطي، جالي شد قبلها. انا لعبت هنا في كانونيا ويندي قبلها اللي هو 1-0، كان طاهر وزيد كمان في الماتش ده، ومش عايز اخد كلام من بس صح. كان في ذكريات جميله قوي في ما انا هنرجع في الاخر للذكريات، لان مهم جدا نحكي تاريخنا وانتم موجودين ونجوم كبار مرتوا بالموقف ده. كان يوم حاجه فلا اقصد احنا متعودين على المواقف دي، مش اول مره نمر بيها. وطبعا كل الناس متذكره ماتش الصفاقسي النهائي 0-0 هنا. لا صفاقسي مش في الجهاز، صن داونز اللي كنت في الجهاز 2001 ده كانوا يا وندي اللي حضراتكم بتتكلموا عليه. بس انا قابلتك قلت لك مشيت ليه يا كابتن اسامه؟ فاكر قعدت ده كان يا وندي هناك، ده هناك احنا كسبنا 1-0 هنا واتغلبنا هناك 1-0، وبعدين لعبنا ضربات جزاء. مجدي عبد الغني كان ضيع اول واحده، وبعدين انا جبت واحده، وضياء السيد وزكريا ناصف وعلاء مايوب نهى وشوبير صد ضربتين جزاء، وكسبنا البطوله دي. كانت مع الكابتن سايس، انا فاكر كنت انا كابتن فرقه ياما، ومحمد عامر هو اللي كان بيلعب، فانا اصريت ان محمد عامر هو اللي يشيل الكاس. مظبوط. ومن الحاجات الظريفه اللي افتكرها في الماتش ده، كابتن سايس طبعا محضر ضربات الجزاء، فجيبها الكابتن مصطفى عبده، كابتن مصطفى عبده قال له انا عندي شد في المهم انا كنت صغير، كنت لسه 84، كنت لسه عندي 21 22 سنه. فكابتن سايس قال لي انت هتشوط، فقلت له خلاص هشوط. فحظي بقى ان هم جابوا اول واحده، ومجدي عبد الغني ضيع اول واحده، وانا داخل ورا مجدي. ده خلي بالك دي صعبه جدا، ممكن هتلاقي ضربتين وانت بتحسبها، لو انا ضيعت الدنيا بتروح. والحمد لله دخلت، ربنا وفقني فيها، وضياء بعديه جاب وزكريا ناصف وعلاء مايوب نهى وشوبير كان صد ضربتين جزاء. فبعد الماتش بقى الكابتن مصطفى عبده وبعد خدنا الكاس فبيجري بقى، فاللاعب قالت له بتشوف انت كان عندك شويه يا كابتن مصطفى، قال بقى خلاص بقى طبعا الفرحه نسيته التعب اللي هو كان فيه بعد الماتش. الماتش كان من الماتشات الصعبه لان كانوا الهند في الفتره دي يعتبر منتخب الكاميرون يعني طبعا ما كانش الاحتراف لسه في للاوروبي او حتى في اسيا ما كانش العدد المحترفين في الكاميرون كله في الفرق كانوا لسه نيجيريا والكاميرون كله احنا كنا الكاميرون دول تلعب تلاقي كانا بيك واومان بيك يعني فطاح النجوم بتوعهم اللي كانوا في المنتخب هم اللي كانوا في يعني انت حضرتك تقصد من الكلام ده كله الاهلي يقدر التاريخ اللي موجود طبعا. ما انا بقول لك شايف احنا بنلعب بره في كام هجمه دلوقتي جت احنا لو تحس على الماتش ده صح احنا اللي مسيطرين غير كوره زي دي دايما احنا بتبقى عندنا اخطاء كده صغيره تمركز في الدفاع اللي جه فينا هناك بنتفرج على الكوره وشوبير بس طلع بره. ده كان الكابتن سايب تقريبا ولا شوبير ده؟ شوبير اللي حضرتك بتقول عليها الكابتن مجدي دي اول واحده مجدي صدها الواد ده طلع اعتقد ده كان سونج. ايوه جون كان سونج اللي هو بتاع هم جابوا اول واحده وبعد كده انطوان بيل ولا انا داخل اهو دي اول واحده. لا مش انطوان بيل ده راح معاها باين تقريبا بس بجد لا عملتها عكس. لا صح ما انت جامد اهو في ضرباتك. بيقولوا الكابتن اسامه ما بيجيبش جوال وده ضيع اقوى واحده هتشوفها بقى بتاعت علاء مايوب في علاء مايوب. بس عايز اقول لكم على حاجه دي شوبير جابها حلوه قوي. شوبير دي جاب دي هو الجير محطوط كده ليه؟ بص العفره اللي بتطلع زمان الملاعب كانت مش زي دلوقتي صعبه طبعا. الظروف كانت صعبه والسفر صعب انا كنت مراهن علاء مايوب. كابتن لما بتشوفوا المباريات دي كلها والتاريخ القديم انا شايفك يا كابتن واحنا بنتكلم انت ركزت مع التلفزيون. انا الماتش ده اصلي كنت قاعد بره وعندي وفيه مكاوي الدكتور وفيه مكاوي راح قال لي كابتن سايس شريف عنده شد وانا اساسي انا نازل كابتن فرقه ده ضياء لا دي زكريا ده زكريا اهي بقى في وبعدين علاء هيحطها الناحيه دي الناحيه اليمين كده ببطن رجله. انا مش هنساها لان كنت مراهن علاء على $100 قلت له انت اللي هتجيب لنا الفوز بكره. كان اخر ضربه جزاء. انا مش على ضربه الجزاء انا قلت له انت هتكسبنا البطوله دي انت اللي هتكسبنا. انا ما اعرفش ان احنا هنلعب. فجت ضربه علاء الاخرانيه هي اللي كسبتنا فعلا. دي هتصد شوبير صدها صد 2 ومجدي كان ضيع واحنا جبنا 4 ورا بعض. هيخش علاء مايوب دلوقتي وكلنا نجري. لا دي ضيعه الثالثه يعني دخلت انا وبعدين زكريا وبعدين ضيعه وعلاء نهى. اهي دي علاء هي دي هي علاء دي علاء هي دي. بس بقول لك ايه بص انت بتشوف ضربه جزاء الجيل الاخير صعب جدا. لا لسه هما علاء الاخيره ده ضياء اللي حطها علاء اللي قبلها كان ضياء علاء نفس الزاويه. ايوه فطبعا يعني من احنا بنفكر الناس بس ان احنا في مواقف كتيره خلاص خدنا كده البطوله ف 84 كان الكابتن سايس الله يرحمه وبعدين 85 نفس الشيء مع الكابتن محمود الجوهري وبعدين الكابتن طه اسماعيل 86. يا كابتن لما نيجي نتكلم على كل ده كله من بره ابو تريكه ماتش كله بناخده 8 بطولات بالبطوله دي 8 بطولات النادي الاهلي لعبهم النهائي خارج ملعبه 8 خدنا منهم من ال7 اللي فاتوا خدنا 6 خسرنا بس واحده اللي هي موسم 83 النادي الاهلي كان واخد 82 بتاعت كوتوكو 82 كوتوكو 83 كوتوكو برضه بس كان النهائي بره المرتين النهائي بره فتعادلنا هنا 0-0 هم كسبوا 1-0. هي دي البطوله الوحيده اللي خسرناها. كان في 81 دي احنا كنا هناخدها مظبوط ايام المرحوم جزائر شريط القبائل دي احنا كنا هنروح لولا ان السيد رئيس الوزراء السادات كان توفى. شريف عايز اروح طبعا دي 82 اللي كنا مكملين ده كوتوكو ده اللي خدنا فيها الكاس واحده خسرناها واحده 3-0 هنا مختار لعب كابتن الخطيب وعملها وجابها جول. طيب عايز اسالك كابتن شريف المحظورات بقى خلينا نروح بقى للمباراه. المحظورات اللي النادي الاهلي خلي باله منها اللاعبين والجهاز الفني. لاعبين احنا انت يعني انت ابو البطولات وابو الحاجات دي يا كابتن شادي. انت بتروح في المعسكر زي ده كل اللعيبه دلوقتي بالنتيجه اللي احنا خارجين بيها من مصر دي مركزه في حاجه واحده، انه عايز يشوف صفاره البدايه امتى. ما بيفكرش في حاجه، ما بيتكلمش في حاجه، بيبعد تماما عن اي حد بيكلمه، صحفيين بيتكلموا، تليفونات تتقفل، الناس بتاكل وبتتمرن وبتنام، تاكل وتتمرن وتنام، محاضرات، عايش في الماتش، عايش في ماتش، عايش في الدنيا، شايف الحياه ازاي، شايف ماتشك الاولاني انت كنت بتعمل ايه كويس، ايه اللي حصل، الفرقه دي ايه اللي كويس فيها، كان عندهم بنسيب لهم الكره في وسط الملعب بيسلموها بالساهل، بيعملوا باص كويس قوي، هم عندهم نقل الكره محترم جدا، فرقه كويس، عندهم مدرب قارينا احنا كمان كويس قوي. كل ده انا في عقلي، كل واحد بس يدي اللي عليه. يعني انا كلاعب النهارده بفكر مع زملاتي اللي في الملعب ازاي بسبورتنج دي، زي ما حصل يوم الماتش بتاع النجم الساحلي. النجم الساحلي كان نجم بيستلم الكوره، تبص تلاقي فرود جاي من هنا وباك مغطي وواحد من نص الملعب بيساعد، فما كانش عندهم حريه التصرف، كان انت اللي ليدنج على طول، انت اللي بتاخد الكوره. ولو كانت المباراه بالنسبه لي انا كانت النادي الاهلي كان كونتر اتاك كلها، كل كونتر اتاك بتترجم رايح على الجون، لان هم فتحوا الخطوط. اعتقد ان هم كمان هيفتحوا الخطوط، عايزين يعملوا نتيجه على ارضهم وملعبهم وجماهيرهم وكل حاجه يسبقوك بيها. فده هيديك فرصه اكتر ان انت عندك فعلا السرعات اللي تتاهلك انك انت تبقى في الناحيه الثانيه. الناحيه الثانيه تركيز بقى، روح بقى، انت خايف من ايه؟ مش متعادل 1-1 ودايما جينا رجعنا تاني لماتش الترجي. ماتش الترجي ده اللي كان علينا ان احنا لازم نكسب هناك، نكسب هناك يعني هنبقى سباقين باهداف، ودخل فينا هدف. اذا ولا حاجه خالص، لما دخل فينا ما انت هترجع للمباراه وممكن تكسبها بضربات جزاء، زي المباراه اللي احنا اتفرجنا عليها دي، نفس السيناريو نفس الشكل. هو التركيز، انا مش هخرج بره التركيز، هخرج بره ان اللعيبه اللي تبقى في الملعب سليمه مش مصابه. يعني مش عايز اضحي باي لعيب زي ما حصل، احنا غيرنا تغيير ورجعنا غيرناه تاني. يعني نزل وليد سليماني واتخبط في رجله، معرفش بقى هي نفس الخبطه وفي نفس الاصابه في نفس المكان ولا لا، انما كل اللي احنا بندور عليه ان اللعيب السليم هو اللي يبقى ليه احقيه الاشتراك. مين هو؟ كلهم اكفاء، كلهم ما بقاش عندنا حاجه اسمها بدلاء، من اول عادل عبد المنعم لغايه عماد متعب. طيب هروح للكابتن اسامه، بس قبل ما اروح للكابتن اسامه خليني ارحب بواحد من المدافعين الجامدين قوي في تاريخ النادي الاهلي وتاريخ مصر، وكمان يدخل في مبادرتنا وهيقول للفرق ايه، ونساله شويه اسئله كده. كابتن ماهر همام، برحب بحضرتك كابتن ماهر. شادي وحشني. وحشنا يا كابتن شادي. كابتن ماهر كله زي الفل، كله زي الفل. بس على الكابتن شريف عبد المنعم والكابتن اسامه عرايه. كابتن مصر، كابتن ماهر، كابتن مصر، نجومك الكبار حبيبي يا كابتن ماهر. الله يخليك. وحضرتك يا كابتن نجم كبير، خليني اسال حضرتك في مبادرتنا، وكان معانا خلال الايام اللي فاتت نجوم كتير جدا، الاهلي يقدر يا كابتن ماهر؟ شريف ان شاء الله. شادي ان شاء الله باذن الله. الصوره والمشهد الجميل اللي شفناه لجمهور النادي الاهلي، واخد بالك، اول مره نشوف جمهور النادي الاهلي بهذا الشكل كده يزحف الى استاد مختار التتش، واخد بالك، ويساند اللعيبه بشكل كبير جدا، والجهاز الفني، واخد بالك، والمنظر الجميل الحضاري اللي احنا شفناه من جمهورنا الاهلي. انا شايف الشكل ده كابتن شادي اكبر سلاح مهم جدا في حته دوافع اللعيبه والحته النفسيه بالنسبه للعيبه، ان هم يفتكروا المشهد ده ويفتكروا الشكل ده، وطبعا وراهم مش اقل كمان من 104 مليون مصري منتظرين منهم ان شاء الله الفوز على الوداد في عقر داره والرجوع لكاس افريقيا ان شاء الله. ان شاء الله. متفائل يا كابتن ماهر؟ انا متفائل جدا يا كابتن شادي، وان اللعيبه ديت معدنها معدن اصيل، واللعيبه ديت مش اول مره يتحطوا في هذا المحك، مش اول مره يتحطوا في هذه التجربه، اتحطوا يمكن مرات كثيره جدا جدا جدا، وهم بيحبوا يلعبوا المباريات دي، واخد بالك، خصوصا بره ملعبهم. يعني احنا خدنا يمكن حصلنا على البطوله يمكن 7 مرات يمكن بره ملعبنا، فانا شايف المره دي كمان ان شاء الله باذن الله هتكون البطوله التاسعه لينا من خلال تحقيق فوز على الوداد في عقر داره. عارف يا كابتن ماهر محتاجين ايه؟ انا عايز ادردش معاك شويه. بص يا كابتن شادي، انا سمعت كده شريف واسامه بيتكلموا على حته ان احنا محتاجين اللعيبه تبقى سليمه 100%، يعني دلوقتي مفيش فرق بين ال 29 لعيب بينهم وبين بعض، كلهم لعيبه مميزين، كلهم لعيبه دوليين، كلهم لعيبه حصلوا على بطولات، كلهم عندهم شخصيه البطوله، شخصيه القياده. الجهاز الفني عنده شفافيه وعداله في التوزيع بالنسبه لاختياره للفريق اللي هيمثل الاهلي في مباراه الوداد. عنده طريقه اللعب المميزه اللي بنلعب بيها بقالنا فتره. عنده الدوافع اللي احنا موجوده في شخصيه لعيبه النادي الاهلي. عنده 12 هدف شادي سجلناهم الحمد لله في اصعب ثلاث مباريات، الترجي والنجم الساحلي والوداد. تمام كابتن، عارف انا ما كنتش اقصد كده، انا كنت اقصد حاجه ثانيه خالص. اتفضل يا كابتن. كنت اقصد احنا محتاجين في المباراه الكابتن ماهر واحسن مدافع في مصر سنين طويله، والكابتن شريف عبد المنعم والكابتن اسامه يبقوا موجودين في الملعب معانا. طماع قوي يا كابتن ماهر. يا سلام يا سلام يا كابتن شادي، احنا بيني وبينك نتمنى طبعا، احنا مش قادرين نسافر واخد بالك، لكن طبعا رحنا مع لعيبه وكل خبراتنا وكل ادائنا من خلال برنامجنا الجميل، اذا كان برنامج الشادي مع الجماهير او استاد الاهلي. يعني يمكن بين فقره وفقره اسامه بيطلع يحلل ويقول خبراته، شريف بيطلع يحلل ويقول خبراته، انا بطلع اقول خبراتي وايه اللي ممكن نقدمه لعبتنا في خلال هذه الفتره. كابتن ماهر انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على دعمك لفريق النادي الاهلي، بشكرك كابتن ماهر همام. كابتن اسامه عايز اروح لحضرتك للمباراه، هل غياب بعض اللاعبين هيأثر على التشكيل والاداء الفني بشكل عام، زي صالح جمعه، زي حسام عاشور، علي معلول المصاب؟ مفيش شك في لعيبه ليها تقل وليها خبرات كبيره، اي فرقه بيبقى عندها بعض الظروف اللي بتمر بيها، اصابات او طرد او غيره، ده موجود، لكن في لعيبه ليها تقل طبعا مفيش شك في كده. منتخبات في لعيبه ليها تقل، انديه ومنهم النادي الاهلي في لعيبه ليها تقل ومؤثره، ولكن النادي الاهلي بيتحط في الظروف دي. اللعيبه اللي بتلعب مكانهم الحمد لله احنا عندنا من البدلاء اللي بيقدر يسد في هذه اللقاءات. يعني احنا شفنا نجيب مثلا كان بقاله فتره ما بيلعبش، وكلنا كنا متخوفين فتره، لكنه في مباراه النجم ادى بشكل كويس قوي، والمباراه الاخيره واحد من نجومها، يعني المباراه بتاعت الوداد واحد من نجوم اللقاء. حتى حسين في مباراه الاتحاد السكندري مظبوط، حسين لما لعب في مباراه الاتحاد السكندري كان هايل، ولعب كذا ماتش قبليها. فاحنا عندنا الحمد لله البديل الكفء اللي يقدر يسد، لكن في لعيبه مؤثره ما فيش شك في كده. ولكن خلينا برضو يعني احنا هنفتقد طبعا خبرات حسام عاشور، هنفتقد الحاله الفنيه الجميله اللي فيها علي معلول، هنفتقد صالح جمعه بحالته الفنيه الكبيره، بس الحمد لله عبد الله سعيد برضو رجع، رامي لما لعب في نص الملعب ادى بشكل كويس، نجيب لما لعب رغم فتره غيابه لعب وادى، وحسين في ماتش الاتحاد، محمد هاني في اللقاءات اللي كان فيها احمد فتحي مصاب. تفتكر اسامه هاني هيبتدي رايت ويجيب فتحي باك ليفت؟ الناس كلها بتسهر كده. لا سوري يا شادي، لا عندك ما احنا بندردش، احنا بندردش. تفتكر ده هيبقى الكلام ده احد الحلول؟ عارف اللي قالوا كده، قال لك صالح جمعه هيلعب المباراه، هو اصلا ما سافرش مع الفريق. خد بالك يعني مش صح. انا اتمنى ان هو يعتمد على اي حد من موجود ناحيه الشمال، اللي هم صعبه جيده جدا. لا بيتهيألي الافضل انه يلعب بنفس الشكل. هو برضو خلي بالك احنا رغم الغيابات اللي عندنا، هم كمان غايب واحد عندهم اللي هو محمد نجيب، بيقولوا مش هيلعب. ده الحمد لله اللي هو اتصاب من بدايه المباراه، اللي عمل الهدف. ايوه لعيب سريع جدا جدا، متحرك، لا سريع في اي حته، متحرك، بيلعب في مساحات واسعه وبيلعب في المساحات الضيقه. صح. ليه احنا برضو السنه اللي فاتت كان عندنا خبره، لما انا كنت في الجهاز مع مستر مارتن يول، كانوا في مجموعتنا برضو، لعبناهم ماتشين، اتعادلنا هنا 0-0 وكسبنا هناك 1-0 بجون رامي ربيعه. ونجم برضو كان عامل لنا ازعاج جامد جدا، هو واسماعيل حداد اللي هم الطرفين الملعب يعني. فونجم برضو عندهم قوه ضربه، خلي بالك مش هتلعب، برضو مؤثر. فالحمد لله برضو يعني زي ما احنا عندنا غيابات، هم برضو ايضا عندهم غيابات مؤثره. واعتقد كمان البدلاء اللي عندهم مش زي اللي عندنا، يعني احنا شفنا هو لما طلع نجم في الماتش اللي فات لاعب غدروف ناحيه اليمين ميوله تحس ان هي دفاعيه اكتر، ما عندوش الانطلاقات والسرعات بتاعه نجم دي. انا مش عارف هو هيحلها ازاي، يمكن يلاعب ده وده وهو يلعبه في الاخر اللي هو راس الحربه ويلاعب بن شرقيه على جنب الاجناب، او العكس يلاعب ده في جنابه في الجنب ويلاعب بن شرقيه قدام، لانه واضح انه برده حلولهم محدوده شويه، مش زي عندنا كم لعيبه كبير قوي، فزي ما هم عندهم نقص احنا عندنا نقص، فمش هي دي العقبه ان شاء الله هتكون في طريقنا يعني، لكن نتمنى اللعيبه تأدي بنفس الاداء اللي ادته هنا. انا شايف ان الاداء كان كويس جدا باستثناء بس كنا عايزين تركيز في تخليص الهجمات، هو ده اللي شويه يعني لازم بقى هناك انصاف الفرص نركز فيها، طبعا الحاجات اللي علينا لانه برضو هم بيلعبوا في ملعبهم، احنا مش هنلعب من جانب واحد، اكيد هيجي علينا فتره فيها ضغط شويه، فيها ضربات ثابته علينا، فيها تسديد، فيها لازم الدفاع يبقى صلب ومتماسك، لان المباراه هتفضل رايحه جايه لغايه الوقت الاخير يعني، ممكن تكسب زي ماتش الصفاقسي كده في اخر ثانيه يعني، فالماتش صعب ليهم ولينا، والغيابات مؤثره عندنا او يعني مقلقه شويه عندنا، ورغم ان البدلاء هايلين نفس الشيء هم عندهم برضو غيابات يعني، فان شاء الله. الشوط الاول خلص، ده شوط تاني تبتدي على غرار الترجي. برافو عليك يا كابتن شريف، وهو ده اللي انا عايز اقوله. احنا رايحين برحله اكننا رايحين نلعب شوط تاني زي الترجي كده بالظبط. كابتن شريف، أنا سألتك في الأول الأهلي يقدر، كنت بتقول لي الجمهور بشحن بطاريات والأهلي يقدر بتاريخه، كابتن أسامة رد بتاريخه. اللي أنا عايز أسأل حضرتك فيه، محتاجين هدوء في مباراة زي دي يا كابتن شريف، مش محتاجين تسرع، فمن هنا أسأل حضرتك نبتدي المباراة نهاجم من البداية، نضغط من البداية وبعد كده نرجع زي ما عملنا أمام الترجي، ولا لا نستنى ونشوف، خصوصا الضغط الجماهيري هيبقى موجود؟ بخبره حضرتك الصح ايه؟ انا بخبرتي وبخبرتي اللي بتفرج فيها على المدير الفني بتاع النادي الاهلي، هو دايما لما بتبقى عنده ازمات في اي نهائيات او هو خاض الحاجات دي على طول بيلعب بريس على الخصم، يعني ما بيخليش الخصم مستريح في استلام الكوره، ودي في حد ذاتها اللي هي افساد الهجمات او افساد الباس بتاع الخصم، بيفقدوا الثقه، بيفقدوا التفكير يعني. انا لو لعيب كنت دايما اسرع واحد وبجري وبرقص وبعمل، بس لما بيلعب عليا اتنين مان تو مان او ما بيخلونيش اقدر اتحرك، بضطر ان انا اغير، اخش جوه الملعب شويه، اطلع الباك من ورايا، بيخليني اخش في دنيا تانية غير اللي انا جاي مركز فيها. فطريقه حسام بدري الحقيقه بتعجبني في ان هو اما بيكون عنده اللعيبه بتاعته جاهزه، يعني انا سعيد جدا بالسوليه، السوليه لو شفت التحرر بتاعه بتاع تاني تايم وبيجري وبيقفل وبيروح وما بيهموش ان ربيعه يخش قدام او يرجع، عندهم ثقه في نفسهم ان هم الريتيرن يعني يروح ويرجع ده سهل جدا، او في تعويضات من الخلف من الدفاع بتاعي هنا. بس انا اقدر اقول لك في اول 10 دقائق وانا بتفرج، لو لعيب النادي الاهلي قدروا يستحكموا على اللعيبه دي، اللعيبه الثانيه دي عندها ثقه جامده قوي في استلام الكوره، ما بيبانوش ويبان شكلهم كويس قوي غير لما سيبناهم يستلموا الكوره. من اول كوره الولد لعبها بكعبه على الخط والتاني استلمها، خدوا ثقه على لعيبتنا. لعيبتنا دايما بتسيب اللعيب قادر، يعني احمد فتحي لما اي حد بيستلم منه مش فارق معاه، لانه قادر انه هيجي يجري معاه مشوار هياخدها منه ويدكه وياخدها ويبتدي هجمه ويلعب. عمل مباراه كبيره المباراه ده، عامل سبرنت ناحيه الشمال مع الوينج ليفت بتاعهم ده اللي هو اخطر واحد عندهم، انا ما يعني هناك اسماعيل حداد اللي هو غيره تاني تايم، وهو خارج اسماعيل حداد شميت اكسجين هو خارج. اللعيب ده لعيب جامد قوي، فتحي خده سبرنت في اتنين ولغايه الولد ما ضربه، ضرب فتحي كمان، قام فتحي واخد بوكسين ثلاثه ما اعرفش ايه، قام فتحي نفض نفسه خد الكوره وابتدى هجمه جديده. فاحنا النوعيه دي بتاعت كان هادي قوي، كان هادي جدا الافضليه طول المباراه. برافو عليك، يعني الظاهر الانذار اللي خده في الاوت ده ومنعه حرمه من المباراه، كان زعلان جدا من مباراه الاثنين دي يعني ان هو مش موجود. انما انا زي ما بقول لك احنا ضغط عليهم، عندك الفرديات بقى يعني انت ايه؟ مؤمن زكريا ده، مؤمن زكريا ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ ايه اللي بيعدي من واحد واثنين ولا فارق معاه فرق كده، وجاب هدف يعني خلانا نطينا من على الكراسي كلها بالمفاجاه يعني. ده لعيب اليومين دول مركز تماما، شايف بقى قصه كاس العالم وشايف ان لازم يبقى له وجود، بيدي كل ما عنده، حرامي في اللعب، ما تعرفش تمسكه. ربنا يا رب يوفقه ويجيب هدف كمان. جاب محظوظ على الفرقه، جاب هدفين فيهم يا رب. هيستفيد بقى من مؤمن اجاييه اتظلم الماتش اللي فات حقيقه، في عمليه ارهاق واضحه جدا في الناحيه دي كانت. ما اعرفش، يمكن وليد ازارو ما كانش سبورتنج قوي ليه، الباس بينهم والمعامله بينهم ما كانتش كامله. انا ما بحبش يا كابتن عارف خلق الاعذار ولا نقول تحكيم ولا بتاع، بس عايز اقول حاجه. احنا انا بقول لك عايز اقول حاجه، انا بقول لك احنا مش لا احنا لازم نبقى حاسين بالجهاز الفني واللاعيبه في نقطه مهمه تايهه عن الاهلي. قلتها وهقولها، مباراتين ترجي، مباراتين نجم، مباراتين في الدوري، وتلعب الوداد، ارهاق غير عادي، مباريات شد عصبي غير طبيعي، ده غير عادي. ده كويس ان اللعيبه العضلات بتاعتها شايلاها لحد دلوقتي. وبعدين احنا كلاعيبه مصريين برضو ما خدناش الاحتراف الجامد قوي ده، اللي احنا بنلعب 48 ساعه ماتش، 48 ساعه ماتش، يعني انت بتيجي على 72 ساعه يوم ما بتتمرنش فيه، حتى بتعمل تجهيزات. مش كده، احنا بعد الماتش اتكلمت في المحطات كلها، قلت حسام يهوي اللعيبه، اللعيبه دي هتتهوى، هتستريح، نروح نشوف العضلات بتعمل شكلها ايه. اللعيبه دي عايزه تبقى فريش، اللي حصل شحن معنوي. وبعدين النتيجه خارجه، حتى لو 2-1 نتيجه، انا كنت اتمنى 0-0 بدل 1-1، عشان انت يبقى لك انت السبق هناك. هي انت جبت هدف تخلص، لازم تكسب اللي عايز، لازم تكسب. بس حتى 2-1 لو دخل فيك هدف هناك، ما الناس كنا بندور على الهدف الثاني، بيبقى شكلنا رايحين كسبانين. 0-0 تفرق معانا ان احنا ناخد الكاس. بس انا عايز اقول لك على حاجه، تركيز لاعبي النادي الاهلي بالتعليمات اللي هيقولها حسام البدري نص المسافه، لانهم هيستريحوا في الملعب. لانهم لو عملوا كده واصبحت امكانيات امتلاك نص الملعب ليهم والباص سليم وافساد باص الاخر، دي بتفرق كتير مع اي فرقه. هي بتفرق مع ريال مدريد، بتفرق مع برشلونه، بتفرق. فاحنا عندنا السمه دي، عندنا الطابع ده، ان احنا نقدر نحجز على اي حد وهو بيباص، نقدر نمسك، عندنا السرعات. واهم حاجه انا بتامل في مؤمن واجاييه، يستفيد من مؤمن واجاييه وليد ازارو، ويقدر يهرب في السرعات اللي بيعملها في اي حته، ويترجم لنا فوز باذن الله. احنا عندنا افضليه برضه هجوميه مهمه جدا. بس قبل ما اروح لكل ده كمان، كنت عايز اسال الكابتن اسامه، هو قال من شويه اللي هو لعبوا الوداد قبل كده مع مع مستر مارتينيول، ويقدر ينقل لنا الاجواء. بس هستاذن حضرتك قبل ما تقول لنا الاجواء هناك عامله ازاي في المباراه، من جماهير، ارضيه الملعب، المدينه عامله ازاي كلها. بس خلينا نروح لتليفون مهم جدا من واحد من نجوم النادي الاهلي، حقق بطوله 93، البطوله الافريقيه، من النجوم اللي شاركوا في المباراه، كابتن محمد عبد الجليل. برحب بحضرتك كابتن شادي، مرحب بيك، وبرحب بكابتن اسامه وكابتني كابتن شريف عبد المنعم. كابتن محمد، شايف في تفاؤل ان شاء الله باذن الله من كلامكم، بامانه يعني ان شاء الله. كابتن عبد الجليل، الاهلي يقدر ان شاء الله، هيقدر باذن الله يا شادي. ما انت عارف النادي الاهلي لما بيوصل للنهائي ما بيفرطش فيه بسهوله. احنا جربنا ماتش الترجي، ماتش النجم، وانا عارف ان المغرب فرقه تقيله الوداد، والمدرب بتاعهم ده انا متابعه بقالي 4 سنين، ماسك السد وكان ماسك الاخويه الفتره دي، ومدرب كان مساعد للفرنساوي، كان ماسك مدرب جامد. بس انا يعني بقول ان طبعا كابتن حسام هيقرا الجيم ان شاء الله، واحنا قادرين باذن الله ان احنا نعدي وهناخد البطوله ان شاء الله، لان ربنا رايد لنا ان احنا نفرح بعد وصول مصر كاس العالم بامانه، وان شاء الله باذن الله الاهلي يفوز باذن الله. جلجل متفائل؟ جدا، بس دلوقتي الريال لسه شايل الجون الثالث دلوقتي يا شادي من الاستثناء. الريال ايه؟ والله لسه جايب الجون الثالث. قاعد مع محمد ابراهيم، واحد بقى لي 3 وانت بتحلم. خلصت على كريستيانو يا كابتن. خلص على الريال هو. كابتن عبد الجليل، رساله للاعيبتنا، لجهازنا الفني، لجمهورنا، تقول ايه؟ لجمهورنا زي ما هو، يعني زي الجمهور، زي ما شجع الترجي وزي شجع النجم. احنا عارفين جمهور النادي الاهلي دايما بيقف ورا فرقته، بيقف وراهم لاخر لحظه. ده رساله عشان خاطرنا، لازم ننظر لاخر لحظه. ما حصلش حاجه، احنا كنا متعادلين 2-2 وكسبنا الترجي، ان شاء الله باذن الله هنكسب في المغرب. رساله طبعا للعيبه، اللعيبه كلها بروفيشنال دلوقتي، كلهم خبره. الهدوء، التزام بالخطه، دي اهم حاجه من كابتن حسام، لازم يلتزموا بكلامه، لازم ينفذوا كل كلمه بيقولها. لازم، وطبعا هم مركزين جدا وعايزين يفرحوا الشعب المصري. مهمة. اتمنى من كل قلبي يا كابتن شادي، كابتن اسامه، كابتن شريف، ان شاء الله نرجع بالكاس عشان نخش كاس عالم للانديه، لان احنا بقى لنا فتره باذن الله. ان شاء الله. يعني لا الشعب كله متفائل ما تقلقش، يعني ان شاء الله باذن الله احنا هنتعود باذن الله. ربنا يكرم ان شاء الله. كابتن محمد عبد الجليل واحد من نجوم النادي الاهلي، بشكر حضرتك شكرا جزيلا يا كابتن محمد. كابتن اسامه السؤال ده مهم جدا عشان الناس تبقى عارفه، انت لعبت الوداد قبل كده، كسبته هناك بهدف لرامي ربيعه زي ما حضرتك قلت، كان مستر مارتن يول على راس الجهاز، الجماهير، الاجواء هناك، قول لنا عايزين نعرف كابتن اسامه. طبيعي زي معظم شمال افريقيا بما فيهم مصر، الجماهير طبعا بتعشق كره القدم، هتلاقي الملعب مليان عن اخره، شراسه في التشجيع برضه بس فيهم حاجه، الشعب ده بيحبنا جدا، الشعب المغربي بيحبنا جدا 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 كمصريين. عملوا حاجه انا نادرا ما بشوفها، احنا انت عارف في جماهير بتروح معانا من النادي الاهلي، حوالي مثلا كانوا هنقول 100 واحد او 150 واحد، الملعب بتاع ماتش الوداد يعني مركب محمد الخامس ده كان مليان على اخره. اول ما جمهور النادي الاهلي دخل كلهم قعدوا يسقفوا لهم جامد جدا، كل الجمهور المغربي بجد. والله والله دي حاجه. وبعدين اول ما الجمهور بتاعنا ابتدى يشجع فرقه الاهلي كلهم سكتوا عشان يخلوا ال 150 او ال 100 واحد يبانوا في وسطهم انه دي حاجه غريبه جدا. يعني انا من الحاجات اللي لفتت نظري لا الشعب المغربي بيحبنا جدا يعني فعلا ده حصل. مثلا لو في 50,000 متفرج في الملعب سكتوا خالص وخلوا الجمهور بتاعنا يقول بعض الهتافات ويسقف وبتاع، بعد كده دخلوا في التشجيع العادي. فانا بوريك مدى طبعا طبيعي ان هيكونوا متحمسين لفرقتهم جدا. ما احنا عملنا معاهم كده. لا ما انا بقول لك احنا الحمد لله جاوا فينا الجون كله سكت والناس هيصت بتاع، وانا من الناس الناس وهي خارجه المجلس الاداره كله بالناس اللي كانت الجماهير دي سلمت عليهم واحد وقلت له فريق محترم اديته فرقه نتيجه هايله، عايز تكسبه لازم تحترموا انتوا. انتوا شرفتونا النهارده ونرجو ان ما يكونش في اي حاجه ضايقتكم. لا لا والله والناس زي ما قالوا سامع مؤدبين ومحترمين لاقصى درجه، واحنا الشعب المصري عارفهم وبيحبهم. وكنا برضو من يعني انا تخيلت ان ممكن يحصل زي اي ماتشات تانية مفيش اي حاجه. هم كانوا قاعدين في المباراه في مكان لوحدهم، كانوا بيغنوا بعد المباراه. والله هقول لك على حاجه، نفس احساس الترجي، الجماهير خارجه مستنيه الماتش ده بكره، ونحس كده نفس الجمله بقول لك احنا خارجين كلنا عايزين الماتش ده بكره، عارفين ان احنا اتغبن بينا، عارفين لينا ضربه جزاء ما خدناهاش، عارفين مش عارف ايه، عارفين ان لعيبتك ما قصرتش، ما حدش هتف. طب هو في فرقه متعادله فاينل نهائي الجمهور مقتنع بالفرقتين وسقف، انت عارف درجه ثالثه شمال دي سقفت للاعيبه الاهلي ونادوا عليهم. صح يعني في ثقه، في ثقه اللي انتوا بتتكلموا فيها، في ثقه ان احنا ان شاء الله هيكون لنا وجود في المغرب. احنا مش عندنا علامات، عندنا شكل معين من الفرقه يخلينا نتفرج على الماتش يوم السبت. انا ممكن ما لو عارف الماتش ده لو في افريقيا وملاعب مش كويسه والحكام بقى واخديننا هناك في حاره بنلعب هناك، اخاف مهما بتعمل هناك ومهما بيكون ليك وجود، الارض لا بتساعدك، الحكام ما بيكونوش يعني منصفين قوي. خلاص بقى انت ادام ما خلصتش، هو بيقول لك ادام ما خلصتش هنا قابل بقى، هو ده اللي عايزين نعرفه من كابتن اسامه. الملعب يا كابتن اسامه كويس زي ما قلت لك، الجمهور قابل الناس كويس قوي، وحتى جمهورنا ولاعيبتنا وكده. الملعب هايل، ملعب انت عارف انه احسن استادات في افريقيا او ملاعب معروفه في جنوب افريقيا، مصر والمغرب، هم دول اكتر 3 دول. حتى التنظيم البطولات تملي تلاقي الفرق الافريقيه رادس طبعا. فال3 دول دول الملاعب عندهم او التجهيزات بتبقى هايله، سواء فنادق سواء ملاعب او كده، فالملعب ما فيهوش مشكله. هتلاقيهم طبعا متحمسين جدا لفرقتهم، ده طبيعي، لكنهم محترمين يعني ما تلاقيش خروج عن النص يعني او استفزازات او كده. سموه شعب حباب. يعني هم فدي الاجواء بتاعه الملعب كويسه، الملعب نفسه نجيلته كويسه الحمد لله. جابوا برضو بكاره اسمه الحكم هو احسن حكم في افريقيا بكاري غاساما. انت بتتكلم على حكم المباراه بكاري غاساما طبعا واحد من افضل الحكام في افريقيا يعني متوسمين خير بدل الحكم اللي جابوه لنا ده. مظبوط طبعا. بتتكلم من نهائي بطوله افريقيا جايبين حكم ده هيحكم لهم ماتش كوت ديفوار كمان. طبعا الحكم هنا في ضربه جزاء 100% بتاعت وليد ازارو دي، فبكاري غاساما ان شاء الله ربنا يوفقه، فالاجواء ان شاء الله تبقى كويسه. بس هو يعني اللعيبه مرت بالتجارب دي قبل كده، سواء في الترجي سواء قلت لك في الوداد السنه اللي فاتت. لازم يبقى في تركيز في النواحي الهجوميه وفي النواحي الدفاعيه جدا، لانه انت مطالب انك تجيب جون، ولكن في نفس الوقت ما يجيش فيه الجون بسهوله. ممكن يحصل ان يجي فيه الجون، ما هو في الترجي جه فينا الجون الشوط الاولاني وقدرنا نجيب جونين الشوط الثاني، ده ما مش معناه انه الماتش انتهى لو جه فينا جون، ولكن انا اقصد بيبقى في تركيز وصلابه من المدافعين وشريف ان شاء الله او اللي هيقف، انه نحافظ على الجون بتاعنا على قد ما نقدر. لان انا شايف انه خلي بالك لو النتيجه فضلت 0-0 من وجهه نظري والوقت بيعدي، التوتر هيتنقل لهم هم اكتر مش العكس، يخف في اي لحظه طبعا. هو اللي حصل في الصفاقسي ايه؟ الصفاقسي وانت اللي لعبت كوره اللي مشيت من العماد بتعرف دي الحاجات البسيطه الحاجات البسيطه بتاعتك كانت قلشه وخلصنا منها. مشيت في اخر ثانيه منك لعماد لفلافيو على الارض. يا راجل عندنا بند في رجلك مرتين، انا بصيت عليها كويس. انت لعبها دبل شوت عشان تروح الرحله دي كلها. ما دام بيتكلم والله يعني، وهو ده اللي هساله بعد شويه، اساله كده حاجه شخصيه ليه عايز اعرفها منه، اول مره اساله على الهوا السؤال ده. بس الكوره دي لما جيت العبها طويله حسيت وش رجلي كوره مش الكور الطبيعيه اللي الواحد بيلعب كوره طويله تحط فيها وش رجلك بالجنب كده عشان تروح لحد معين. انا لاعبها حسيت الكوره خفيفه قوي لبست في وش رجلي يا كابتن بسام، الكوره راحت. انا ملاك لعبها ملاك دي بقى خلاص، دي من الحاجات اربع ملايكه كانوا طايرين. كويس انت ما لعبتهاش جامده يا شادي، كويس الاحساس ده جالك. هو ممكن انت مميز انك انت هتبتدي هجمه. لا انا اللي عجبني فيك انك ميزت انك هتبتدي هجمه ورحت واخد القرار. انت عارف ابو تريكه كان بيشاور قبل اللعبه دي، كان عنده بنفس الرجل اللي جاب بيها الهدف كان تقل في الخلفيه وكان يعني خلاص لك الوقت 5 دقايق، فانت عارف خلاص بقى يعني. صح سبحان الله يجيب الهدف تروح متعب في لافيو ابو تريكه ما نزلش الارض كوره طالعه. فاللي انا اقصده انه النتيجه كل ما هتبقى 0-0 خلي بالك والوقت بيقرب، هو هيحاول يحافظ على فرق الهدف اللي معاه ده. عشان كده لازم نبقى سباقين بالهدف. ما هو جميل، ما يا رب يفرق معاك الماتش. لا اللي انا عايز اقوله نتمنى طبعا ان احنا نكسب من البدايه، بس انا عايز اقول انه طول ما النتيجه 0-0 والوقت بيمر لا فظيع عليكم وعليهم الحقيقه. هتوتره هو اكتر، لانه يخاف في اي لحظه يقول لك افتح خطوطي اكتر من كده، يجي في هدف هيرجع. يا ريت يا شادي الكلام ده، لا يا ريت ان شاء الله. فان شاء الله يعني نتمنى ان كل لعيبه تبقى في الفورمه، يعني كل واحد يبقى في الحاله الكويسه بتاعته، زي ماتش الترجي زي ماتش النجم زي ماتش الوداد. سيبك عدم التوفيق ده وارد في الكوره، ونتمنى التوفيق يكون معانا، لكن هي مباراه هتبقى كبيره وصعبه على الفرقتين. يعني مش معنى ان احنا بنلعب في ملعبهم، بالعكس. انا دخلت يا اسامه في 18 بتاعهم وعملت زياده عدديه، انا بضمن لك زي ما عملت مع الترجي سيناريو الترجي ده. انا بضمن لك في البدايه ولا 10 دقايق هم ارتبكوا. ايوه رجعت امنت شويه عشان مش هينفع تضغط الوقت طبعا. كله كابتن حسام كان ذكي فيها، جه ضربه الجزاء اللي اتحسبت بس نزلت بقى. الحكم كتفنا كمان هناك. اي حاجه على الراوند على الجناب تيت فاول تيت فاول، فهو برضه مسكنا شويه. خدت بالك هناك الحكم خلانا برضه مش عارفين ناخد نفس لغايه الكره اللي جت دي طلعت بره كمان، فراح حاسب علينا التكمله بتاعت شريف اكرامي برضو ممكن ما تحسبش. كابتن شريف احنا اتكلمنا في نقاط فنيه كتير، واتكلمنا في اجواء الملعب، واتكلمنا طريقه اللعب وكل ده، بس في مباراه لعيبه، مباراه النهائي ده من وجهه نظري مهما المدرب مباراه لعيبه. انا عايز ايه؟ ايوه صح ولا مش صح؟ وبعدين انت ممكن تتفرج على الماتش اللي فات. اتمنى ان اللعيبه الماتش اللي فات ياخدوا المميزات اللي كانت عندهم، لان التقصير كان تقصير. انا لعيب كوره وفاهم واسامه عارف، احنا كنا مراهقين جدا. انت اللعيب عندك ما كانش كامل الحركه، الفينش بتاع انت عمرك شفت اجاييه الفينش بتاعه بالشكل ده؟ صعب قوي. ده جات له كام واحده؟ عبد الله السعيد جات له كوره هو لعبها له مؤمن بشماله دي. عبد الله لو في المباريات وفي المود ممكن يروح حامي نفسه هيشوط ومعدلها وحاملها ببطن رجله بليسنج جوه، ممكن الشمال دي تبقى طلقه. كان في حاجات مش جاهزه في المباراه بتاعتنا اللي فاتت. اللعيبه نفسها حاسه انها بتدي اكتر حاجه عندها، اكتر حاجه مصابه، اكتر حاجه ناس راجعه لسه من ايقافات، ناس راجعه من اصابه. كل واحد متخيل ان ازارو كان هيبقى يومها الغول الوحش اللي هيخلص على فرقه الوداد. الجون اللي انت جبته في اول دقيقتين ده خلانا قاعدين مش مصدقين. قلنا سيناريو المباراه بتاعت قلنا ده هيبقى السيناريو، ولا الكوره اللي انا بقى كابتن جالنا ثلاث فرص. الكوره بتاعت العارضه بتاعت ازارو دي السيناريو، الكوره بتاعت ازارو اللي جت في العارضه دي لا كلما انها تضيع يا اسامه. كوره زي دي صعب قوي، صعب قوي ان كوره زي دي ده لو نام على الارض وعملها مع الجون هتخش تخبط فيه وتخش. لعبها بقوه جامده قوي، بس ربك مش رايد غير هذا السيناريو. ويجوز ربنا دايما بيحب يعمل لنا ايه الحاجه الالطف او الحاجه الاجمل، ان احنا نتوج في بره مصر. والبطوله دي من اولها كده بصراحه صعبه قوي، صعبه قوي. جمالها اصعب بطوله في تاريخ، اصعب بطوله في كل مباراه، مشاهده ولعب واحداث. في حاجه بتحصل في البطوله دي غريبه جدا. مش راجل مدير فني بنته تروح عامله حادثه في كندا، المفروض انا لو مدير فني اخد طيارتي واطير بسرعه، دي بنتي. الراجل تجلد واطمن على بنته وطمنوه ده انت هتتخيل ان هو بيفكر ازاي. قلبه هنا وقلبه هناك. شوف بقى الولد بقى، انت فاهم ازاي؟ فاحنا بنشكره، من الجميل انك تبقى راجل محترم زي حسام البدري. جماهير الاهلي راحت حطت له اليافطه زينه سلامتها يا بدري. كلنا انا ما كلمتش حسام لاني اعتبرت انها بنتي وفي نفس الموقف وما قلتلوش سلامتها. هقول له ايه؟ ادعي لها، ادعي لها انها تبقى زي الفل، وادعي لحسام ان هو في هذا الموضع وهذا الوضع اللي حصل له. والجهاز الفني كله طبعا اكيد حط ايده على حسام وعاشوا مع حسام الحكايه، وربنا عداها على خير الحمد لله. المنظر ده نحب نشوفه دايما للنادي الاهلي. التتويج ده، التتويج ده بيبقى ثمار اللي انت قلت عليه دلوقتي واسامه قال عليه، ان احنا بطوله صعب علينا جوه بره قوي كانت. وبنلعب في شمال افريقيا كام ماتش؟ انت عارف ده خامس ماتش ولا سادس ماتش؟ والله 2 4 6، ده سادس ماتش في شمال افريقيا في قد ايه؟ ما كملناش شهر يا جماعه. يا كابتن لو احنا مش قد البطوله وافضل فريق ما كناش قلنا كده، كنا نقول لجماهيرنا ونصارحهم. لكن انا شايف الاهلي بعد ما خرج الترجي والنجم والوداد فرقه محترمه جدا جدا لا يستحق البطوله، خرج فرق مهمه في البطوله. لا كونك وصلت النهائي دي تبقى انت فرقه محترمه. فالفرقتين عندهم المقومات، بس احنا اقصد احنا اتحطينا في المواقف دي كتيره مش اول مره، فالناس ما تقلقش ان شاء الله. مباراه واحده 90 دقيقه ان شاء الله نكون احنا الموفقين. لكن هي ال 90 دقيقه عايزه تتلعب كلها كويس، مش عايزه تتلعب 10 دقايق ونص ساعه لا وربع ساعه. المفروض ال 90 دقيقه، لانه الماتش انا اعتقد انه الاهداف هتبقى فيه عزيزه، مش هتبقى المواضيع مفتوحه قوي هنا وهنا. ليه كلمنا يا اسامه هو على المنظر اللي احنا شايفينه ده يا اسامه؟ كلم انت بقى، قول لنا احساسك ايه في الوضع في الوقت ده، عشان لعيبه ان شاء الله لما تشيله من السبت يا اسامه نبقى نقول اهو. ها؟ أنا أول مرة حد يسألني في البرنامج. لا أنت تتسأل من هنا ورايح هتتسأل. ما دام بيجيبوك على الشاشة من هنا ورايح هتتسأل. بقول لك إحساسك إيه؟ حلو قول لنا. قول لنا الوضع ده. أنا كنت مبسوط بحاجة واحدة، هقول لحضرتك على حاجة ما حدش اتكلم فيها خالص، واللي كانوا في المباراة أتحدى بقى حد يكذبني. جماهير الأهلي كان عددهم قليل جدا بالنسبة للجمهور زي ما حضرتك بتقول. أنا كنت سامع في الخمس دقايق الحكم قبل ما يرفع 5 دقايق، ورفع 5 دقايق أنا متذكر. جمهور الأهلي صوته كان أنا وفي الملعب مع كل زمايلي الله أكبر. بعد كمان لما جبنا الهدف أنت عارف يا كابتن الواحد كان تعبان وموجد، خصوصا مستر مانو كان عامل سيناريو بدل ما هنلعب 3 هنجازف يخرج 1 ونلعب 4، وائل وشادي يكملوا ويخرج محمد صديق. فبقيت انت متحمل ان نزود واحد قدام في اي هجمه مرتده، انت وائل ماسك واحد وانا واحد، ما ينفعش لو جم ثلاثه هتبقى في خطور. كل ده عمل ضغط، فلما الجماهير عماله تقول الله اكبر الله اكبر، انت خلاص عارف صدرك نفخ، اتشحنت من تاني وهم عددهم قليل بس صوتهم كان نسيت 90 دقيقه وبقوا دول معادنهم فين؟ معادنهم بعيد جدا. بقت بدايه دي الخمس دقايق بقت بدايه ماتش. فانت بتعمل كل ده ليه؟ هي دي اللحظه اللي بيستناها الفريق والنادي وكيان النادي وجمهوره. دي اللحظه اللي بتدور فيها. قلت لهم ايه بعد الباس الجميل اللي انت ما قلتش بقى؟ انا كل حد يسالني اقول له انا متدرب عليها بقالي كتير. انا نفسي اسال الكابتن اسامه سؤال، وده وقته بقى اخرج من المباراه واتكلمنا في كل حاجه، واكيد اللاعبين والجهاز الفني متحملين المسؤوليه. عايز اكمل الوقت المتبقي في شويه ذكريات كده واحرج الكابتن اسامه شويه. تحرجه؟ اه دي كابتن اسامه راح مع مستر مانو. تحرج اللي مش عايز اجاوب عليه مش هجاوب عليه. لا هتجاوب عليه هنا اجباري، احنا قلنا جوه البيت على فكره. مفيش اختياري مفيش اختياري. كابتن اسامه عرابي بيشتغل مع مانويل جوزيه، وكان كابتن مختار مساعد، ومعاكم الكابتن حسام البدري، وعاملين شغل وفي تفاهم، وانا اعلم تماما مانويل جوزيه بيقول عليك ايه. يعني كان بياخد براي الكابتن اسامه ويعنده ويقول له لا دي انا شايف ان وجهه نظري دي، يرجع له تاني يقول له لا هي دي انا حكى لي مره مانويل جوزيه. وكابتن اسامه ما كملتش ليه مع الجهاز، وبعد كده اخدنا بطولتين ثلاثه افريقيا، ما كملتش ليه؟ اخدت قرار ورحت اعتذرت عشان تكمل لوحدك. ايه السبب بجد والله؟ لا هو انا اشتغلت مع مستر مانويل جوزيه 2001 اللي هي البطوله السنه اللي خدنا فيها بطوله افريقيا سان داونز، وبعدين كايزر شيفز السوبر الافريقي، وبعدين اشتغلت في النادي في الناشئين، وبعدين اشتغلت بره. ده قبلها؟ لا بعد 2001 مش مستر مانويل جوزيه مشي جه مستر بونفرير، انا نزلت اشتغلت تحت في القطاع الناشئين. بعد كده مستر مانويل رجع 2003 2004 اشتغلت معاه. رجعنا بقى الجهاز حسام وانا ومستر مانويل واحمد ناجي. اشتغلت معاهم سنه ونص او سنتين، اللي هي السنه بقى اللي جبنا فيها ابو تريكه وبركات والمجموعه دي، خدنا فيها 5 بطولات دي، خدنا فيها كنا احنا جايين في نص السنه لان كان في مستر اوليفيرا جه في اول سنه. اوليفيرا هو كان مرشح، كان مع انه مدرب جامد جدا بس ما وفقش يعني. فاحنا جينا في يناير كملنا السنه، وبعدين السنه اللي بعدها بقى خدنا الدوري وكده فانا يعني كطموح حبيت اشتغل بقى لوحدي. بس ازاي يا كابتن ده؟ عارف لما تيجي تتكلم على مستوى اللعيبه، انا بسالك بجد والله مش هزار، على مستوى اللعيبه تكلم اي لعيبه انا نفسي العب في التوقيت ده، على مستوى المدربين اي حد يتمنى يشتغل في التوقيت ده، على مستوى الجماهير كانت الجماهير بتملى الملعب بشكل كبير جدا، فعشان اخد ريسك. انت كنت عايز تبقى مدرب عام؟ لا استنى بس، اصل ما حدش ساله. لا في حاجه عايز اسالها. انت كنت عايز تبقى مدرب عام؟ ممكن لا انا عارف ممكن ده ممكن. لا هساله حاجه بس مهمه. انا عارف اصل مانويل جوزيه اتقالت باين، فتحت انا معاك يمكن الكلام ده قبل كده ما اعرف. هو كان عايز طموحك كبر، كان عايز يعني كان عايز يبقى في سلمك. لا يعني انا خلاص، يعني انا حسيت ان انا ممكن ابتدي بقى اروح اشتغل لوحدي. كل واحد بيجي له كده بس. فاستاذنت مع مستر مانويل جوزيه. قال لك ايه؟ زي ما انت بتقول. قال لي لا ما تمشيش وخليك واحنا عايزينك ومش عارف ايه. هو كان بيحبك جدا. حتى الكابتن هم جروب واحد يعني ما بتبقاش مسميات. حتى الكابتن الخطيب والكابتن طارق سليم كانوا موجودين برضو. في كابتن الخطيب كان مجلس اداره وكابتن مدير كوره قعدوا معايا برضو. بس انا استاذنتهم بقى وقلت لهم يعني انا حابب كده وبتاع، فمشيت واشتغلت بقى مع الانتاج الحربي في الدوري الممتاز، واشتغلت في الدرجه الثانيه. لو رجع بيك الزمن تمشي؟ ايه؟ لو رجع بيك الزمن تمشي؟ لا خلاص قرارات خدتها بقى خلاص، ما ارجع فيها بجد والله. والله لا خلاص الحمد لله. لا خلاص دي مواضيع عدت عليها، ما تبصش في اللي فات، بص اللي قدامك بس. في حد ضايقك من جهتها؟ لا لا كان علاقتهم كويسه جدا. لا بالعكس ده كنا علاقتنا جامده جدا مع بعض. خلي بالك عايز اقول لك لا والله كلنا كنا بنتعامل مع الكابتن اسامه كانه مدير فني. مانويل جوزيه كان مديره صلاحيات قويه. وبعدين هقول على حاجه بقى بصراحه، على الكابتن اسامه طيب، دمه خفيف فوق ما عقلك تتخيل، بس ابعد عنه ما يبقى عصبي، ما تتعاملش معاه خالص. والله بالنسبه لي اسامه عرابي، انا بالنسبه لي اسامه عرابي وربيعه سين انا مش يعني احنا لعبنا مع بعض يعني طبعا. انا بعد ما رجعت من الحادثه لقيت اسامه راكب وشغال زي الفل وبيلعب هاف ليفت تمام التمام، وانا كنت بيجي لي اشتراكات ممكن اشتغل ابتدي معاه من الاول، ابتدي معاه تاني تايم، حاجات كده. ملوش حس في اللعب. لعبتوا مع بعض كابتن؟ لعبنا. بس قبل ما حضرتك تحكي دي، كابتن شريف عمر كبير جدا، من غير ما ندخل في التفاصيل الدقيقه جدا، انا بتكلم بشكل عام. انت يعني الناس، في ناس ممكن بتبقى حابه تشتغل في قطاع الناشئين، حتى انا يشتغل، والبعض لا. انا حضرتك ما فضلتش انت تشتغل في النادي الاهلي ورحت مجال تاني ليه؟ بص هقول لك على حاجه، انا خارج من النادي الاهلي زعلان ان انا بطلت كوره بدري، لان جالي اتقال لي تحب تعمل ايه بقى دلوقتي؟ كان عندي 26 سنه ونص صغير، اللي هي بتاعت كابتن كان عمرو ابو المجد وكابتن طه اسماعيل، هم اللي ماسكين الجهاز. مشوا وجابوا حد كان هيجيبوا مدرب اجنبي، وجه كابتن انور سلامه، وكان الكابتن طارق سليم لسه هيمسك الجهاز. وانا من عشقي كان طارق سليم، انا يعني طارق سليم ده انا ابنه، ما كانش يحب حد قدي يعني. فحزنت على نفسي كده، قلت له، جه صلاح حسني قال لي، كابتن صلاح حسني قال لي تحب تعمل ايه يا شريف وبتاع وما اعرفش ايه. قلت له احب اعمل ايه؟ هات ورقه على طول كده، اديني ورقه وقلم. مضيت حياتي، اسعد ايام حياتي بين جدران النادي الاهلي، انا بعتزل كره القدم. جت عليا صعب قوي ان انا يتقال لي انا الكلمه دي. اول مره اسمع انت بتحكي حاجه زي كده. انا الكلمه دي ما تتقاليش انا. اما الاقي حد اقوى مني بيلعب، تجيب يوسف فوفانا بقى عشان انا تقول لي انت هتروح فين؟ انا اتعرض عليا نادي الزمالك ايام. انما لقيت صالح سليم ده في وشي كده، مش عارف ليه. طارق سليم اللي هو بيعشقني، ما رحتش قلت له حتى، الله يرحمهم الاثنين. يعني انا طارق سليم ممكن اروح اخبط افتح عليه اقول له، بيقولوا لي عايزين هتعتزل. يعني ايه اعتزل؟ انا لسه قدامي 3 4 سنين انا اقدر ادي فيهم، وبعدين ما انا جايب لكم بطولات وانا اللي بخلص الماتشات. انت بتقول لي اعتزل وانا مكسبك في دبي وانا اللي عامل لك كل الشغل. كانوا بيبقوا خسرانين 2-1، انزل انا اقلب النتيجه تبقى 2-1. انزل في نادي الوحده في ابو ظبي، انا اللي اجيب الجون عالمي عندي، انا جبته لي انت في النادي. فحزت عليا قوي نفسي. كتبت في الورقه دي ايه تاني معلش؟ كتبت ان انا مضيت احلى ايام حياتي في بين جدار النادي الاهلي. بشكر كل الناس اللي حواليا، وبعتزل وانا بين جدار النادي الاهلي. وده يعني المضمون يعني. وشوف بصيت له كده، رحت واخد بعضي وخدت شنطتي ورحت للكابتن عبد الصالح الوحش الله يرحمه. قلت له انا خلاص هطلع، بتمنى ان انا يكون ليا وجود في البتاع. كان بدري الكلام ده يعني. قال لي كابتن انت طبعا كابتن شريف عبد المنعم واحنا كلنا نتمنى، بس ايه وهو بيقولها لي ما حسيتش، خدت بالك ايه مكلبش فيا على قد ايه. كويس اللي جت منك كويس اللي جت منه. رحت ايه قافل الباب وخدت شهر ما دخلتش فيه النادي الاهلي بعد ماتش الاعتزال. كمال حافظ طبعا اللي عمل لي الاعتزال، كان شخصيه عظيمه، كابتن حسن حمدي الله يرحمه الله يرحمه، هو اللي عمل لي وجاب لي فرقه الاتفاق السعودي، الناس كرموني وهنا على اعلى مستوى. خرجت قعدت شهر في اوتيل كده جنب النادي، ما بتكلمش مع حد، بفكر هعمل ايه. فتحت شركه بقى تجاره وبتاع وما اعرفش ايه واخشاب، وابتديت انا من النوع اللي ما بيأسش يعني، احب انجح في اي حته. غير انا كان بيتعرض عليا السينما والحاجات دي، وكنتوا انتوا ايامها اللي هيطلع مدرب كان كبيره قوي 300 جنيه مظبوط. كبيرك قوي انك تبقى في الناشئين بتاخد 300 جنيه، مش هيكفوا طبعا العيش، مش هيكفوا طموح انا ومصاريفي انا وحاجاتي انا، ما يكفنيش يعني. فخربشت بقى في الدنيا وقفت على رجلي شويه، وخارج من الحادثه كمان بعمل ريبيلد يعني، انا برجع ابني بني ادم كان يتمنى الجميع انه يشوفه ماشي على رجليه، بس لا ده رجع وخدت بتاعكم بتاع 5 بطولات، 2 دوري 1 كاس و2 افريقيا او 3 افريقيا زي ما انت بتقول خدناهم ورا بعض. 85 انا شاركت في دول بعد الحادثه، وكان ليا وجود وكان ليا اهداف فيهم يعني، شاركت. اللي بيجيب جون في حته بيبقى له وجود يعني. ف صعب عليا فني زي ما بيقول. طيب لما ربنا كرمني يعني، كرمني في حته ثانيه ماديا في الفن وحاجات كده، واستقبلوني على قد، ورجعت اشتغلت في التجاره واصحابي وقفوا جنبي، وما زلنا لحد دلوقتي في نفس القصه. هو ده اللي بعدك اللي انت تبقى موجود جوه؟ انا من الناس اللي يعني اتضح ان انا بفهم في الكوره كويس قوي، لان المفروض ان انا كنت لعيب كوره على مستوى مش وحش يعني. ده كلاعب شريف عبد المنعم لعيب يعني كوره على مستوى مش وحش، امال كويس. شادي ما شافش، بس احنا شفنا شيء ده في الشمس لما بيجي يلعب معانا والله العظيم بيعمل لمسات يعني. انت لو اللي بيتقال عليهم ماهرين ومكسرين، ذكرى اسمها ماهرين ومكسروا الدنيا، والله ما يعرفوا يعملوا اللي هم بيعملوا. انا عايز اقول ده بيعمل حاجات، لا اقول لك حاجه، الهوا بتاعه كان وقعك انت والديفنس بتاع الاهلي، هو كان جامد عليك، كان سريع جدا. لا ده طلع مني واحده مش ممكن، ده طلع مني واحده انا وقفت بصيت للسما كده، من هذا؟ انا والجون وبشمالي وجاي عرضيه. طيب مش عايز تطلع، لا استنى بس احنا دام احنا خلاص احنا طلعت الكره دي ازاي؟ انت طلعت الكره دي ازاي؟ انا ما تخيلتش في حياتي ان انا بيني وبينه يرضى وبشمالي وبومبا، ولاقي ده طاير كان على الارض طاير عملها كده ورجعها. انت فاكر الكره اللي انا ثبتت الناس في كلها ورحت عاملها بالرجل بقى ورحنا طالعين الجيتار وعملها دي زيها بالظبط. عارف ليه بقى؟ اقول لك ليه. دايما اللعيب المهاري اللي عنده كوره مش ممكن مبدع، ما بيحطش ضغوط على نفسه. انا لما بتابع وكان بيتقال لنا الكلام ده، ما انت معاش يا كابتن اسامه معانا حاجات كده، فلما بيروح يلعب على حتى المستوى الخماسي هو بيروح يتمتع، مش فاضي للخناقه 2-1 ولا 4-4، لا بيروح يستمتع. فتلاقيه بيبدا بقى من حاجات في الكوره للامانه اللي ما عملتهاش في الكوره. كابتن اسامه عايز اكلمكم في موضوع، استغل اللي معايا كابتن اسامه عربي من كباتن النادي الاهلي الكبار وكابتن شريف كمان، ده من يعني انا لسه بقول لك هو وربيع سين بالنسبه لي علامات. ما تكلمنيش، دي حقيقه الحقيقه والله يا اسامه، انت وربيع سين ما تكلمنيش عنكم كابتن اسامه اي مشاغبات اللي انا بشوف حتى لغايه النهارده. الراجل ده مفيش مشكله اعلاميا واتظلم في التدريب، بيروح يمسك فرقه صعبه جدا ويطلع من الفسيخ شربات. بص انا جيت له على الجرح. انت سمعت عن اسامه عرابي؟ انا مش عايز اخد الكلام. انت سمعت عن اسامه عرابي من ساعه ما لعب لغايه ما بقى مدرب بقى راح في اي حته عمل مشكله؟ لا ده انا شفته في اسوان، ماسك اسوان، طلع الراجل طردك باين ولا ايه الحكم؟ طلع وقف يا عيني في البدايه، قلت مش ممكن يكون ده اسامه. اقول لك الحاجه، لو مسك الفرقه دي بدري، انا كنت بحلل ماتشاته وبكلمه، حتى مره اتصلت بيه قلت له يا كابتن اسامه صحتك يا كابتن. اي مدرب عايز لعيبه، هو بيقعد تحس اللي عايز يجري اللعيبه فيه يا كابتن. انت بينحرف الصخر يا عيني، بيروحوا يمسكوا فرق عايزين فلوس ولاعيبه وكده، واتفرج على فكره بقى هيبقى عامل ازاي. كابتن اسامه عايز اتكلم في موضوع مهم جدا معاكم، ويمكن حد يسمعنا في المستقبل داخل النادي الاهلي، حد يسمعنا دلوقتي، لان احنا دورنا اللي نقول حاجه. زي ما الاهلي اتنقل للعالميه من وجهه نظر لما تخش النادي الاهلي كنظام، كحتى على مستوى السفريات كان في حاجات ما ينفعش احنا نتكلم فيها النهارده. لا الاهلي اتنقل للعالميه بجد، خلينا نتكلم ان شاء الله يوم السبت حضراتكم شفتوا. انا عايز اتكلم في موضوع تاني خالص، وانا اللي خلاني فكرت في الموضوع ده شفت صور لمحمد عماره ونادي هانزا روستوك اللي كان بيلعب فيه، كرموه هو ياسر رضوان وكرموه. ده مشيوا بقالهم 15-16 سنه. مش عارف احمد حسن اتبعت له من نادي لعب فيه في بلجيكا واتكرم، بعد ما مشي بقاله ونتكلم 8-10 سنين، وهكذا وهكذا وهكذا. احنا الاهلي ما بيعملش كده ليه؟ هو الاهلي اولا اي لعيب افريقي في عيد ميلاد الاهلي كل سنه لازم اللعيبه اللي لعبت على مستوى النادي يبقى فيه ملفات ليهم وعناوينهم وارقامهم، ويبقى فيه متابعه عشان لو غير رقم تليفونه يبقى موجود. والاهلي لما يعمل عيد ميلاده زي الانديه الكبيره لازم الناس دي تيجي، كل اللي لابس فانيله الاهلي مع نجوم النادي الاهلي، وتبقى فيه احتفاليه بجد كل سنه في عيد ميلاد النادي الاهلي. ما بنعملش كده ليه يا كابتن اسامه زي الناس بره؟ كويس. انت ما هو كل سنه عن سنه بتزيد خبرات، بتزيد يعني تراكم الخبرات ده بيجي من سنين فاتت. فالنادي الاهلي ده اتعمل 1907، هتلاقيه من 10 سنين غير، من 15 سنه غير، من 30 سنه غير، من ما ابتدى. ففي حاجات كنا بنفكر فيها حتى واحنا في الثمانينات والكلام ده كنا بنتمناه، اتحققت بعد 10 15 سنه بقى. فكويس، افكار دي كويسه، المفروض انت او حد يكون مسؤول جوه او احنا بنقولها هو على الهوا، تتنقل للادارات اللي موجوده او الادارات اللي بتشتغل ويبتدوا يعملوا الفكره دي. انت عارف انا بقول لك دي حاجه عشان دايما الاهلي سابق ب100 خطوه الجميع. لا حاجه مهمه ان كمان الاجيال الجديده مش يعني اللعيبه وكمان الجماهير لازم تبقى عارفه تاريخ النادي وتاريخ الناس. حصلت مره واحده في ميلينيوم بس طبيعي، يوم ما جابوا برشلونه متهيألي لمونا كلنا انا متذكر، ونزلنا 1-1 جابوا. هو دي المره اللي حصلت في مقاويه النادي الاهلي، وكلكم كنتوا لابسين جرافات احمر وبدله سوداء والكل، ومشيتوا كله خد تشجيع، كان الشكل جميل. هو ده اللي انا بقوله. طبعا يعني. اتمناها بعد يوم السبت لو كسبنا يكون في شكل من الاشكال دي، يكون في تكريم لناس تطلع اليابان معاهم، يكون في اي حاجه يعني. انا من الناس اللي ابو ظبي، مش اليابان، ابو ظبي، ياخدوا ناس من الحاجه يكرموها هناك. يا الجماهير المصريه اللي عايشه والعماله اللي بتشتغل هناك حافظينهم واحد واحد. انا لحد دلوقتي بمشي في الشارع الناس حباني، بس ده من برضو مميزات النادي الاهلي، ان انا لحد النهارده بمشي في الشارع الناس عارفيني وحابيني، ده مكسب برضو وده وضع. وان كان اي حد بيجي مش واخد باله من موضوع القدامى او اللعيبه اللي يدت او لا، في ناس بتاخد بالها ولا، بس بيبقى في سلوك معين بيتبعه النادي الاهلي في مبادئه. اعتقد ان هو الفتره الجايه زي ما انت توجهت كده وقلت بالفكره دي، اعتقد انها هتبقى موجوده الفتره الجايه. ده مهم جدا جدا. مهم. كابتن بقى، انت لعبت مع كابتن شريف؟ طبعا. كان عندك كام سنه؟ وهو كان عنده كام سنه؟ كابتن شريف طبعا بادئ في السبعينات، لانه ما تعجزوش بقى. لا العمر بينا مش كبير على فكره، انا مش هنقول احنا عندنا كام سنه، بس هو العمر بينا مش كبير يعني 3 سنين ولا حاجه. لا اكتر يعني. لا مش اكتر يعني، تقريبا 3 سنين. 3 3 انا لعبت صغير قوي. لا كابتن شريف لعب بدري قوي. انت كان عندك كام سنه يا كابتن اسامه؟ انا لعبت 82 82 بدايتي، لكن ما لعبتش اساسي. ده السنه اللي انا عملت فيها الحادثه. هو بقى السنه دي كان شريف عمل الحادثه، يعني ربنا الحمد لله نجاه منها يعني. كان قبلها بقى بيلعب 4 أو 5 سنين، انت 77 تقريبا او 76 76 76. فكان كل ده هو طبعا موجود. الحادثه هي اللي عطلته شويه قبل ما التعامل مع اللعيبه الكبيره كان صعب. لعبت معاه طبعا بعد ما رجع من الحادثه 84 و85 و86 لغايه ما اعتزل 87 87 بطوله كان معانا حسام حسن. ايوه كابتن، التعامل مع اللعيبه الكبيره كان صعب. لا في النادي الاهلي، لا النادي الاهلي خلي بالك، وانت جاي من بره وشفت النادي الاهلي سهل قوي اي حد يخش في وسطه بسرعه، ما فيش اللي هي ما فيش الشلاليه دي، ولا بيجي بسمعه حلوه. حسام جايب سمعه حلوه فتحضنه. ما فيش، ما عندناش غريبه جدا. لا بصراحه احنا ما عندناش يعني حته لا تلاقي انت جاي يا شادي في وسطينا ناخدك في حضننا. ما عندناش هيلعب على مين ولا جاي مكان مين، ولا ما عندناش الجمله دي خالص. يعني التنافس شديد جدا. حسن يعني فريد جالنا بالترسانه مره عشان يلعب في النادي الاهلي الفتره كده، رئيس النادي الترسانه اللي كان موجود دلوقتي، حضناه وكان بيلعب بكاري، كان عامل كارت في رجله وحس ان هو عايش في النادي الاهلي من هو عيل صغير. مظبوط. فدي مش موجوده يعني، سريع قوي تخش يعني. انا من اول ما طلعت او قعدت معاهم في 82 ما حسيتش، كان رغم انه كانوا فطاحل بقى يعني، اسامي كلها تاخد الفرصه يعني. جيل السبعينات ده كان خدت الفرصه بسهوله. الحمد لله ما طولتش معايا يعني. طبعا كان في نجوم يسدوا عين الشمس، وبعدين كنا ساعتها 30 واحد بيتأيد يعني. هتلاقي كابتن مختار وكابتن شريف، كان مختار بيبطل وخالد جدال. بس هو كان اتصاب برضه في عينيه وفي رجله. ومحمد كابتن عامر وكابتن الخطيب ومصطفى عبده وكابتن مصطفى، مش عايز اقول يعني يعني بدون او حفظ الالقاب يعني، مصطفى يونس وحسام البدري وربيع ومدحت رمضان وشوبير واكرامي طب مين كان مثلك الاعلى وانت بتلعب يا كابتن اسامه؟ ده سؤال غريب جدا. انا كتير يعني اصلا. لا واحد، لا واحد. كنت بحب كابتن مختار جدا طبعا. كابتن جلال عبد العظيم كنت بحبه جدا. انا مش هقول لك انا، بس هو كنت بحبه مختار جدا. انا بتكلم عشان طريقه لعبي يعني، انا عشان يعني شبه طريقه لعبهم. لا انت كنت مسك. لكن انا كنت بعشقه في ايه؟ لا خلي بالك، ما يعديش لعيب. كابتن اسامه هترقصه يرجع يجيبك تاني. يجيبك من ودنك. بص عنده قدره غير طبيعيه. هو وحسام البدري لما بعدي منهم في التمرين بعرف ان انا في الفرقه الماتش اللي بعده. لكن كان في نجوم كتير بنحبهم يعني، كابتن الخطيب، كابتن طاهر الشيخ، كابتن حضرت طاهر الشيخ؟ لا شفتهم يعني انا مش بقى. كابتن صالح عبد الحليم، الجيل اللي هو يعني سبقنا شويه. في نجوم كانوا كبار جدا يعني، مش عايز انسى حد يعني. فكل دول كانوا لعب مع مصطفى. كابتن عايز اسالك سؤال يعني، خلاص عدت السنين بقى وعمر كبير جدا، عشان الاجيال اللي دلوقتي بتتفرج تفهم الماديات مش كل حاجه، بس عايز اعرف عربيتك كانت ايه، وكان عقدك اول عقد ليك كان كام؟ لا الاول ما كانش في عقود. الاول 82 دي صح؟ 82 احنا العقود اتعملت من سنه 90 بعد ما رجعنا من كاس العالم. الكابتن جوهر الله يرحمه هو اللي صمم على موضوع الاحتراف، وابتدت بقى الدوله تراعي على الموضوع ده. لكن من في السبعينات وما حضروها والثمانينات اللي انا حضرتها لغايه 90 ما كانش فيه عقود. انا فاكر اول مرتب خدته في الشهر كنت باخد 80 جنيه، كانت الفئه الاولى اللي هي كانوا 100 جنيه في الشهر. انا مش هاجي معاك في حته ثانيه. الفئه الاولى كانت يا ابني كانوا 800 جنيه لا اول سنه. لا والله ايوه ما هو عارف عايزك تزود. انا 122 ليه 80 جنيه اول انت لازم تعدي مع عدد ماتشات معينه عشان تبقى فئه اولى. ايوه تلعب 8 ماتشات ورا بعض تبقى بقيت زي الخطيب زي مصطفى عبده، حتى لائحه المكافئات اول ما جيت النادي الاهلي لازم تكسب 8 ماتشات عشان يتصرف لك. احنا 82 دي اكتر فلوس خدناها في حياتنا. احنا كنا واخدين ايه؟ دوري وكاس افريقيا والكاس اتلغى باين ولا حاجه كده، فكنا واخدين بطولتين. دول اكتر فلوس لعيبه النادي الاهلي شافوها في حياتهم اللي هو الجيل بتاعنا. انت بتتكلم يعني عن الدوري، انت بتتكلم عن الدوري لما كنت تاخد الدوري كان مكافاه الدوري 3500 جنيه، الدوري كله الدوري عام. الماتش كان عليه 200 جنيه مثلا وانت بتلعب لك 20 ماتش. الماتش الاربع ماتشات كان 2 بونت وكان نقطتين. كنت لازم تجيب 7 من 8. ما نفس اللائحه. حسن حمدي لا حسن حمدي دي بعد نقول حرام الدنيا اتغيرت. حسن حمدي 7 نقط عشان تتعامل ان البونت ب 20 جنيه كان كنا بناخد 7 في 20 ب 140 140 جنيه 1140 جنيه. انا خدت اول شهر لعبت مع النادي الاهلي 122 جنيه مش هنساهم. رحت وديتهم في البيت كده، ابويا قال لي دول اكتر من اللي انا باخدهم. قلت له طب هنعمل ايه؟ عايزين نجيب فيلا. طب عربيتك كانت ايه يا كابتن اسامه؟ انا اول عربيه كانت ريتمي. خلي بالك في مجموعه بس على فكره مجموعه 128. لا بس على فكره كمان لا على فكره كمان لا 132 ما كنتش بتجيبها من اول سنه. يعني الظروف اختلفت عن دلوقتي. طبعا يعني احنا كنا بتقعد مثلا تلعب لك سنتين 3 4 قبل ما تجيب ثمن العربيه. يعني ما كانش الامور سهله زي بعد موضوع العقود والكلام ده. لا المواضيع طبعا اتغيرت وهتلاقي اللي قبلنا اوحش واللي قبلنا يعني هي الظروف كده. هي الظروف التطور الطبيعي حصل كده. وكابتن جوهر الله يرحمه بنظرته البعيده كان شايف الاحتراف في العالم كله هو اللي فكر الفكره دي. وفي ناس كتير هاجمته بس هو كان اجلا او عاجلا كان لازم الاحتراف هيخش. ما اصل انت مش عمرك ما هتنفصل عن العالم. صح يعني انت صح. انت كلها بقت قريه ولا كلها العالم كله بقى. سبحان الله. بص حضرتك بتقول ايه؟ كانت الفلوس دي مبسوطين بيها، اللعب في النادي الاهلي طبعا بتعلم حاجات كتير. عايز اسالك نفس السؤال يا كابتن. يعني قول لي عقدك وعربيتك كده اللي انت عايز. انا جايب عربيتي يعني. بجد والله شريف بيه. انا جاي يا عم بالمازدا 929 مجدي عبغاني راكب شاكب فيها هو وطارق شريف لابسين على روحي جايبهم في ايدي. لا انا نص يعني انا لعبت 76 خدت معاهم الدوري سنتها. يعني في اخر الدوري معرفش الدنيا 1000 جنيه ولا 1500 كملت في البيت وجابوا لي ال 9 to 9 دي. انا عايز اقول لك على حاجه. انا كل ما يجي فرقه اجنبيه تلعبنا اجيب فيها جون. سيب ماير جاب فيه جون فرقه بايرن ميونخ ده عالمي. عايزين ياخدونه ويمشي. انا ما افهمش كنت يعني ما عنديش مانجمنت ولا عندي وكيل اعمال ولا عندي اي حاجه يتكلم. ف حتى لو عرضوا عليا يجوز انا ما كنتش هسافر. كان عندنا انتماء غريب كده. عندنا يعني ما كانش عندنا الثقافه بتاعت الاحتراف. الوحيده اللي كنت عايز اطلعها اللي هي قبل ما اعمل الحادثه على طول بتاعت فنار بخشه وبشكاتش. الاثنين كانوا عايزيني. رحنا لعبنا ماتشين تراي ماتش كده قبل البطوله اللي خدناها قبل ما نلعب الجابون في الجابون. فلعبنا ماتشين هناك في تركيا. الراجل اتبهر بيا. كلموا الفريق مرتاجي الله يرحمه قال لهم لا ولا 10 سنين افوت يعني اسيب لعيب زي ده. شوف اي لعيب من الكبار يقدروا يروحوا. هي دي الحاجات المحطات اللي كانت في حياتنا. يمكن كانت غيرت او كان فتحت الباب. احنا لو كان النادي الاهلي سابني في سنه 82 مش هقول لك بتاعه 79 او 78 بتاعه بايرن ميونخ. لو كان فتح الباب ده ليا انا كانت الحكايه في مصر بقت سريعه جدا في الاحتراف. لان خلاص كنت انا الباب هيتفتح وده لعيب مصري ما كنتش سهل. خلي بالك ودايما الاهلي اي حد ضربه البدايه لو واحد احترف هتلاقي كله. لا انا ما كنتش سهل يا شادي زمان. انا كنت بلعب فنار بخش ده لوحدي وفرقه بشكاتش دي بلعب ونجرايت ونجلفت ومكسر لي 6 7 مشرحهم. الراجل كان بيلف ورايا الملعب. اما بيبقى عندي نيرف وببقى عايز اكسب ومعايا لعيبه جامده زي الخطيب ومصطفى عبده والناس دي ويخليكوا صفه زي ما بتقول، وطاهر الشيخ، كانت لعيبه بتخليك تجبرك وانت اصغر منهم سنا انك انت تبقى صاروخ في الملعب، بكلمك جد والله. والفانيلا، وبعدين يبقى معانا صحفيين زي عباس لبيب الله يرحمه وناس كده تبقى بتحسك انك انت في وضع يعني مميز غير الناس الدنيا كلها، وعايز تطلع من وسط النجوم دي يا اسامه انك انت يتقال عليك في كل ماتش احسن لاعب شريف اكرامي. دي كانت بالدنيا كلها. دي بدي ابقى مروح. هي المنافسه اما تلعب مع نجوم تبقى انت هم نجوم انت كمان عايز تبقى. لا يقول لك شريف النهارده اجاد وجاب جون، كانت المنافسه بيني وبين الخطيب وجمال عبد الحميد ومصطفى عبده، مين فينا اللي هيجيب الجون الاول، مش مين فينا هيجيب جون في الملعب. احنا مين فينا اللي هيليه السبق اللي هو هيهز الشبكه اول واحد. فتلاقينا صواريخ، عشان كده بنقول دايما الماتشات اتعودنا عليها بنخلص الماتش في اول 10 دقائق. صواريخ ماشيه يمين وشمال والنص، والخطيب بيوقفها وياخدها على شكل وهوب وابعت. ولان مصطفى عبده ده طلقه اكن الماتش شغال بقى نص ساعه. فكنا عندنا السباق مع بعض، مين في المتميز اللي الناس هتشاور عليه. الماديات دي بتاعت ربنا يعني. انت رزقك في الدنيا بتاخده صح. كامل 24 شويه صحه صح. على عربيات زي ما انت قلت، على شويه حب للناس، على حاجات كتير قوي صح. تخليك في وسط المجتمع، مش فارقه انت بقى الملياردير ولا انت وحد ان شاء الله ربنا يديله الصحه. محمد صلاح يديله من وسع، فربنا اختار شخصيه. حتى انا اعتقد ان الولد ده كويس جدا ومحن وعلى اهله وفي قريته، فربك بيختار ناس برضو يعني. وفي كل اوقات يمكن كل واحد يقول لك انا عايز العب دلوقتي، يمكن انا احسن من اللي بيلعبوا دلوقتي، محدش عارف. ربنا مختارني ومديني القعده اللي انا قاعدها معاكم دي بالدنيا كلها. الحوار جري معاكم جدا جدا جدا. وصدقوني قوي يعني. لا انا ببقى فخور يا كابتن اسامه لما بقعد مع نجوم كبيره زي حضراتكم، اتعلمنا منهم، اتفرجنا عليهم، وبعد كده الايام تلف ويعدي الايام، تبقى قاعد وبتسالهم على الشاشه. انتم مش واصل لكم الاحساس اللي عندي. انت حد اتفرج عليه بتحلم تبقى بتعمل ربع اللي هو عمله، ونبقى قاعدين يجي يوم تبقى انت بتسالهم عشان تقول لهم تاريخهم. خلي بالك دي عبقريه النادي الاهلي، كل واحد بياخد مجاله. عشان كده كابتن اسامه في نهايه الحلقه انا بتمنى لك تبقى موجود بعيد عن العلاقات اللي موجوده في التدريب. انا عارف امكانياتك الفنيه، بتمنى لك يا رب تبقى ماسك فرقه كبيره بدل ما كل فرقه بتعاني فيها وتبذل مجهود كبير، لان انا عارف قيمه الكابتن اسامه مع فريق ان شاء الله، فريق عنده امكانيات يقدر يبدع فيه ويحقق طموحاته في التدريب. وبتشرف دايما وانت موجود معايا في البرنامج كابتن اسامه. الله يخليك، متشكر جدا يا شادي، ورجعتنا ذكريات حلوه يعني. خدتنا اتكلمنا برضو على ماتش الوداد ربنا يوفقهم فيه يعني، ورجعتني مع ذكريات جميله مع الكابتن شريف والجيل القديم، ورغم ان يعني احنا دخلنا في شويه في الجيل برضو يعني. انا خدت لحسه من اعلى طبعا. ده انت كل سنه الكابتن اسامه يعتذر قبل ما اجي النادي الاهلي. مش هيعتذر، يقعد سنه، مش هيمشي كابتن، يقعد السنه اللي بعدها. قعد تعبنا كنا ابننا ولغايه لما اخد قرار كان يستاهل. نجم كبير هو اللي قرر كابتن اسامه للامانه. كفايه دايما بنتكلم حقق تاريخ، حقق انجازات، لكن الاخلاقيات العاليه، وتلاقي الناس كلها اللي عنده اخلاقات الناس كلها بتحبه والناس كلها تحترمه. وكابتن اسامه عرابي واحد منهم اكيد. تشرف فيك يا كابتن اسامه. كمان واحد من نجوم النادي الاهلي، خفه الدم، جدعانه في الموقف الصعبه، بتلاقيه قبل اي حد. قلقنا عليه شويتين كده وهو كان صحيا تعبان، لكن الحمد لله رجع لنا وحش دلوقتي. ربنا يديك الصحه كابتن شريف، وبنتشرف بحضرتك دايما، وحضرتك نجم كبير اكيد، وواحد من نجوم اللي الناس كلها على ممكن الاجيال دلوقتي الصغيره ما شافتش حضرتك، لكن الناس القديمه شويه كمان شافت حضرتك نجم كبير، واي حد كان يخاف يلعب عليك. وبنشوف اجواء فرقه الشمس واقف جوه النادي زي الاسد، الناس كلها بتحبك وبتحترمك. الله يخليك يا شادي. انا اللي بتشرف ان انا لعبت في النادي الاهلي، وان انا قاعد هنا النهارده. انا قاعد في بيتي، وعايز اقول لك على حاجه. خلاص بقى العمر جري بينا، والاكل والشرب والهواء الجميل. اما نكسب البطوله يا مستر يا رب ان شاء الله، لما الاهلي بيكسب خلاص بقيت زي الجمهور. انا بقيت حياتي كلها الاهلي هيعمل ايه، الاهلي بيلعب ازاي، اللعيبه. يمكن انا اقرب للاهلي من اي جمهور تاني، انما انا بتمنى ان الوجبه تبقى دسمه جدا يوم السبت، ونتوج ونيجي هنا برضو الاحتفاليه ونلبس احمر كلنا. كابتن شريف عبد المنعم، كابتن اسامه عرابي، شرفتوني نورتوني، وان شاء الله الحوار يتكرر تاني. ده بيتكم، انتوا اصحاب بيت مش ضيوف. شرفتوني نورتوني مره تانيه، واتمنى كمان الساده المشاهدين يكونوا استمتعوا بحوار كلامنا في الكوره وكلام الذكريات اللي حضراتكم بتحبوه طول الوقت. جمله اخيره قبل ما اختم، يا رب يا رب انصرنا، يا رب وفقنا، يا رب رجع الفريق اللي تعب بجهازه الفني بالتحديات اللي قابلوها. مشوار الافريقي كان صعب جدا السنه دي مع الكابتن حسام البدري واللاعبين، يرجعوا لنا بالكاس ويفرحوا كل الاهلاويه في كل مكان كمان مره ثانيه. ربنا يا رب عم حسين ربنا يغفر له ويرحمه ويجعل مثواه الجنه، لان واحد من الشخصيات العظيمه داخل النادي الاهلي. لما نتكلم عن رموز، لما نتكلم عن النجوم، لازم نتكلم ايضا عم حسين كما اتجوزت في حياته، اتجوز النادي الاهلي على مدار 50 سنه موجود في المدرج، بيدخل النادي من 9 الصبح يروح الساعه 12، 50 سنه بيعمل ده. يبقى ليه مننا كلنا كل الاحترام والتقدير، وندعي له طول الوقت، وكل الاهلاويه الجدعان وغير الاهلاويه يدعوا له، لانه شخصيه تستحق الاحترام وهيعيش في وجداننا زي الرموز ايضا الكبيره. هختم زي كل يوم، المجد كل المجد لشهداء النادي الاهلي، وتصبحوا على الف خير، وافريقيا يا أهلي.